بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم جميعا. النهارده هبدا بمجموعه اخبار بتجمع صوره الاخبار اللي عندي بتهم المواطن، بتهم حضرتك وحضرتك. واحنا دايما كنا بنتكلم على المؤشرات الاقتصاديه، لكن دايما كنا بنقول ان المواطن يهمه في المقام الاول حياته اليوميه من خلال الاسعار. النهارده الحكومه بلغتنا بايه؟ انه هناك حزمة من السلع والمنتجات اليومية الحياتية التموينية انخفضت أسعارها بنسب وأرقام محددة. الحقيقة أول حاجة عندي وزير التموين أعلن وقال إن أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام بقى ب 150 قرش جنيه ونص، وال 40 جرام بقى ب 75 قرش، وال 25 جرام بقى ب 50 قرش. وكمان قال كمان اسعار العيش او الخبز الفينو 80 جرام بجنيه ونص، وال 40 جرام ب 75 قرش. طبعا ده معناه زي ما حضراتكم شايفين انه اسعار الخبز السياحي والفينو انخفضت تقريبا من 40 ل 50%، تقريبا من 40 ل 50% اهو قدام حضراتكم. وده اتطبق بالفعل اعتقد امبارح او النهارده، تم تطبيقه بالفعل. الناس اللي تروح من النهارده، او زمايلي بيقولوا لي تم تطبيق من 21 ابريل من النهارده، هذه الاسعار المعلن عنها مسؤوليه المواطن اولا ما يشتريش باسعار اغلى من هذه الاسعار المعلنه. الأجهزة المعنية والرقابة على الأسواق والتموين وحماية المستهلك ضمانة إنه يراقبوا الأسواق. التاجر أو المخبز اللي هيبيع بأعلى من هذه الأسعار قضية تموين، وفي بقى غلق وفي قصص كثيرة جدا. تاني بقول إن إحنا كثيرا ما ندينا وكثيرا ما عالجنا هذا الموضوع، موضوع الأسعار. فين الدولة؟ فين الحكومة؟ فين الوزارة؟ أهي الدولة الحكومة الوزارة قالوا ان احنا خلاص حطينا الاسعار على المنتجات، واي خلاف او اختلاف بين الاسعار المعلنة واسعار البيع الحقيقية المواطن عليه بسرعة يدخل ويبلغ الاجهزة المعنية وفق التطبيقات المعلنة ووسائل التواصل مع الحكومة اللي فاتحة بجد زراعها لاي شكوى فيما يخص الاسعار. الكلام اللي انا بقولته الحكومة ما عملتوش من دماغها. الحكومة قعدت، وزارة التموين قعدت، رئيس الوزراء قعد مع المسؤولين عن المخابز وشعبة المخابز وكبار المسؤولين في القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات، وهذه القرارات وهذه الأسعار متفق عليها بين جميع الأطراف. الكلام ده يعني انا اثق انه هيتم تطبيقه في المدن وفي القاهرة الكبرى، ربما الأطراف وربما وسط الصعيد والدلتا يكون فيه شوية تراخي من بعض التجار، احنا بعيد. لا، ليعلم القاصي والداني، ليعلم كل الناس انه أعين الدولة مفتوحة ويد الدولة يعني قوية. وانا بقول هذا الكلام لانه الدولة خلال الفترة الماضية، فترة الاستغلال وفترة الاحتكار وفترة حبس وحجز السلع وفترة التغول اللي قام به البعض وعملية الطمع الشديد من البعض، أدى إلى يعني ضياع ملامح الأسعار وانضباط الأسواق. الدولة النهاردة بترجع بتقول وبتحط قواعد، هذه القواعد عادلة، القواعد دي مش جائرة. الدولة لم تتوغل أو تتغول على حق التجار وأصحاب المخابز، بل إنه بيحقق ربح. والدولة النهاردة بتتدخل بشكل حكيم للعلاقة بين أصحاب المخابز وبين المستهلك. والأسعار بالنسبة للمخابز مش بس العيش اللي نزل، كمان سعر السكر انخفض في الأسواق، كان 35 و 38 بقى 30 جنيه تقريباً. يعني اسعار السكر انا كمان
موسم البنجر والقصب السكر، وكمان الدولة دخلت استيراد كمية كبيرة من السكر لعملية ضبط الأسواق وتوفير السلعة، وكمان الأرز انخفض سعر الطن 3000 جنيه. خليني أروح للأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز. مساء الخير يا دكتور. يا فندم مساء الخير لمصر كلها. يعني قلت حزمة كده من الأخبار المفرحة للسوق إنه في انخفاض في أسعار الخبز السياحي والفينو، في انخفاض في أسعار الأرز، في انخفاض في أسعار السكر، يعني في موجة انخفاضات نتيجة الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجتمع التجاري إن احنا نبدأ نضبط الأسواق. يعني ما لديك دكتور علاء حول هذا الموضوع عشان الناس تبقى عارفة حقها فين ولا ضرر ولا ضرار بين المستهلك وبين التاجر؟ بداية دي كانت توجيهات من فخامة الرئيس للجميع إن المواطن يحس بنتاج الإصلاحات الاقتصادية. المواطن بيسمع عن رأس الحكمة، عن اتفاقية صندوق النقد، عن الاتحاد الأوروبي، طب أنا ليا إيه فيها؟ فالتوجيهات كانت واضحة، المواطن لازم يحس. دولة رئيس الوزراء فوق الخمسين اجتماع اتعملوا بحضور معالي وزير التموين، معالي وزير التجارة، اتحاد الغرف، اتحاد الصناعات. كان هدفنا شراكة تامة للحكومة والقطاع الخاص إن نوصل للمواطن هذا الإحساس. ابتدينا المرحلة الأولى كانت التعويم، وبالتالي زي ما يمكن اتهاجم من 3 اشهر لما قلت الدولار هينزل، الدولار لما نزل مع التعويم ابتدت الاسعار تهدى. في نفس الوقت حضرتك انا كان عندي ندره في سلع كثيره، وبالتالي 8 مليار دولار من الافراجات لسلع ومستلزمات انتاج المصانع كلها بقى بتدور دلوقتي بكامل طاقتها. فبقى عندي ماركات مختلفه ومستورد ومصنع بيتنافسوا مع بعض، ودي باينه من حجم الاعلانات اللي بنشوفها اليومين دول. المنتج عشان يقدر يبيع اكتر حاجتين، بينزل في السعر وبيعمل اعلانات. نزول السعر يمكن ده اخر اجتماع كان يوم الخميس مع دولة رئيس الوزراء، كان طلب قبل العيد ان احنا ننزل في حدود 20% ونوصل ل 30% في فترة ما بعد العيد. الحمد لله في عندي سلع كثيرة تجاوزت 30%. زي ايه يا دكتور علاء؟ كبداية امبارح لسه نازلين 14% اضافية في الزيت، وصل دلوقتي 36% انخفاض في السعر. الزيت الخليط اللي هو المواطن العادي ما بيستغناش عنه، الازازة بتاعته بقت ب 65 جنيه اللتر، ده بعد ما عدى ال 100 جنيه. فاحنا ابتدينا انخفاضات فعلا قوية وواضحة. الفول، العدس، المكرونة تجاوزنا ال 20%. منتجات الالبان اقل في حدود ما بين 10 و15، لان هي منتج محلي اساسا، هي مواد التعبئه والتغليف هي الاساس المستورد، فالانخفاض بتاعها ما كانش كبير. الحاجه بقى اللي كانت مبادره من وانا بشكر الشعبه العامه للمخابز في اتحاد الغرف التجاريه، اللي بادروا من نفسهم الدقيق نزل 30%، وده اساس انتاج العيش 30%. فالمبادرة كانت ان احنا لازم ننزل سعر العيش السياحي. طبعا العيش التمويني ده الدولة شايلاه، المواطن بيدفع 5 ساغ وبيشتري عيش 8 جنيه وشوية. صحيح. انما بالنسبة للعيش السياحي سواء العيش الشامي او العيش الفينو، ما تم دي كانت مبادرة من القطاع الخاص، قال لك لازم المواطن الانخفاض ده لازم يروح للمواطن، ما بيروحش الجيب المخبز، وده من المخابز نفسها. ورحنا لمعالي وزير التموين وتم التوافق على النسب اللي هتتعمل وايه المقاسات اللي هتتعمل، الاوزان اللي هتتعمل. كان في اجتماع يوم الخميس مع دولة رئيس الوزراء بحضور شعبة المخابز وغرفة المطاحن في اتحاد الصناعات، وتوافقنا على الاسعار وان يبدا التنفيذ من اليوم يوم الاحد. ما اقدرش اقول ان احنا غطينا 100% من المخابز على مستوى الجمهورية، في لا اللي بيقرا جرايد ولا شاف قرار معالي الوزير اللي طلع امبارح، وبالتالي هناك حمله توعيه وغرفه عمليات في المحافظات كلها، كل رئيس غرفه ومجلس ادارته مع شعبه المخابز في المحافظه بيتواصلوا مع المخابز داخل المحافظه بحيث ان يبتدي التنفيذ فعليا على ارض الواقع. غالبيه المخابز ابتدت تنفذ فعلا، ولازم اوضح للمواطن هذه الاوزان وهذه الاسعار يجب ان تكون متوفره
طوال فترة عمل المخبز. هذا لا يمنع المخبز ان هو عاوز يعمل عيش بسمسم، يعمل بقسماط، يعمل اللي هو عاوزه بالاسعار اللي هو عاوزها، موضوع ما يخصنيش. انما الاوزان بالاسعار التي تم التوافق عليها لابد ان تكون متوفرة طوال ساعات عمل المخبز. طب الضمانة يا دكتور علاء لتنفيذ المخابز أو التجار لهذه ما تم الاتفاق عليه بين الاتحاد العام للغرف التجارية وبين الحكومة؟ حاجتين يا فندم، آليات السوق. احنا ابتدينا يمكن من الأول، وكان ده توجيه دولة رئيس الوزراء، جبنا السلاسل التجارية لأن دول عددهم محدود وسهل تتكلم معاهم. المحل الأخرى بنتكلم على 1,000,000 محل، فتوافقنا مع السلاسل التجارية ان يبدأ الخفض الفوري، وعندهم القدرة المالية ان هو يمزج السلع القديمة اللي بالسعر الغالي مع الجديد اللي جاي وينزل بالسعر على طول. والنهاردة انا بقال جنب سلسلة تجارية نزلت بأسعارها، حد هيجيلي؟ لا طبعا. فاللي هيحصل ان البقال غصبا عنه هيبتدي ان هو ينزل بالأسعار بتاعته، ودي آليات السوق الطبيعية. في نفس الوقت الدولة لديها انياب، دي ما نقدرش ننكرها، عندها الجهات الرقابية، المباحث التموين، حماية المستهلك، منع أي ممارسات احتكارية من خلال حماية المنافسة، وبالتالي كل الأجهزة الرقابية بتعمل بانتظام مع بعضها بحيث إن أنا أضمن أن المواطن يحصل على حقه والتاجر الشريف يحصل على حقه أيضا. دكتور علاء، كان في اقتراح أنه يتم بيع الخبز العيش يعني بالكيلو. ده انا عرضته في 2010، وطبعا للاسف احداث 2011 وما تلاها ما بقاش من ضمن الاولويات اللي حد بيتكلم فيها. الفكره بتاعتها في ايه؟ ان انا عندي نص المخابز بتاعتي ما زالت بتشتغل يدوي. استحاله ان اللي بيقطع العجينه يدوي هتلاقي حته عيش الوزن مش هيبقى جرام، صحيح، حته عيش سليمه 50 جرام وحته عيش اخرى 55 جرام. انت بتشتري كيس في عدد من القطع، هو التوليفة على بعض وزنها سليم. ده لما المفتش بيجي يكشف على المخزن بياخد كذا كيس ويوزنهم، وبالتالي هو بيقس حتة العيش الواحدة، لان طبعا استحالة هتطلع بالملي، ولكن الكيس على بعضه وزنه يحقق الوزن اللي احنا بنطلبه. ولكن احنا قلنا في مرحلة قادمة، ودي يمكن في القريب العاجل جدا، ان هنبتدي مش بس العيش يا فندم، انت عندك مشكلة اخرى للمواطن المصري، وانا اتهاجمت من الويب سايت بتاعت الاخوان والقنوات بتاعتهم لما اقترحت هذا. هو في حد في العالم بيشتري بطيخه نمس؟ لا يوجد. انت بتشتري جزء منها. النهارده الغني للاسف هو اللي بيوفر لما بيشتري. بيروح يشتري، انا النهارده انا وزوجتي وطفلين هشتري 4 برتقانات 4 موزات بوزنهم يطلعوا كذا جرام بدفع ثمنه. نفس القصه في العيش، هروح انا كم قطعه عيش اللي انا عاوزهم وزنهم كذا جرام وادفع ثمنهم. في الحاله دي الهالك والفاقد اللي عندنا في البيوت ما حاجه من اتنين، يا حضرتك هتضطر تاكل الحاجه وانت مش عاوز تاكلها بس علشان حبوز، يا حبوز وترميها. وبالتالي ده هيحقق خفض في الطلب، مع زياده العرض هيحقق انخفاض اخر في الاسعار. احنا كم الهالك عندنا مثلا في السلع الزراعيه؟ اكثر من بين 30-40% من المزرعه للثلاجه عند المواطن في المستهلك. دي اليات لتطوير التجاره الداخليه بنعمل عليها حاليا، ولكن انت عندك يمكن الجبهات كثيره التي نعمل عليها. النهارده احنا شغالين على سندوتش الفول والطعميه، ما انخفاض العيش، ما انخفاض الزيت، ما انخفاض الفول، لابد ان يتبعه انخفاض لسندوتشات الفول والطعميه. عندنا الكشري سيالي، عندنا السلع الهندسيه، فالمشوار طويل لخفض السلع عشان المواطن يبتدي يحس فعلا بان هو استفاد بنتاج الاصلاح الاقتصادي اللي الدوله قامت بيه. تمام، انا بشكرك جدا دكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجاريه. معي على الهاتف ايضا استاذ عبد الله غراب رئيس الشعبه العامه للمخابز. استاذ عبد الله مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. يعني احنا قلنا الخبر بتاع انخفاض اسعار العيش السياحي والعيش الفينو، يا ريت توضحها لنا وتشرحها لنا بشكل مبسط وعشان المواطن كمان يعرف حقه، عشان الفكره يتم تطبيقها وتاثر للناس. هو طبعا بركه في السعلاء، طبعا يعني امين عام الاتحاد وعلى درايه بكل ما يدور. والفكره كلها اللي احنا وصلنا له في قرارات متمثله من السيد الدكتور وزير التموين النهارده بدايه التطبيق فيها بالنسبه للعيش الخبز السياحي وبالنسبه للخبز الافرنجي.
بالنسبه للخبز السياحي احنا يعني عملنا اربع مواصفات او اربع يعني اوزان للرغيف، بدءا من رغيف بوزن 80 جرام ده بيتباع ب 150 قرش، وزن 40 جرام بيتباع ب 75، بوزن 25 جرام اللي هو للساندوتش سعادتك ده بيتباع ب 50 قرش. الامور طبعا بالنسبه للافرنجي هكذا يعني عملنا نوعين وبوزنين برضو في حدود 150 و 75. طبعا الكلام قبل كده كانت الاسعار كانت اعلى من كده، كانت يعني تصل للضعف، لكن كان في الفتره دي كانت دي يعني الطن بيتباع في حدود من 22 21 الف، النهارده الحمد لله احنا وصلنا ل 16 الف. الفرق ما بين ال 22 وال 20 وال 16 ده طبعا يعني رقم 5-6 آلاف جنيه في الطن، فاحنا قلنا مش دولة يعني ما يخصوش لصاحب المخبز ولا صاحب المطعم، لكن يخص المواطن اللي هو يعني اتحمل معانا الريسك بتاع ارتفاع الاسعار في الفتره اللي فاتت ويعود الحق لاصحابه. فمن هنا تدخلنا كشعبه وتدخلنا كدوله في هذه المنظومه، والحمد لله يعني تم الاتفاق على ذلك وبدا التطبيق من النهارده بالنسبه للمخابز السياحيه اللي بتبيع العيش الحر والمخابز الافرنجيه. وبنعد سعادتك ان شاء الله وبنعد المواطنين ان كلما بمشيئه الله تعالى حدث، واحنا بنامل طبعا مع بدايه دخول محصول القمح وبدايه الحصاد، كل سنه وسعادتك طيب والساده المشاهدين طيبين، بدا موسم الحصاد، وهو طبعا يعني مع بدايه موسم الحصاد بيبتدي اسعار الاقماح برضو ايه تنزل تاني، وان شاء الله يبقى فيه يواكب الكلام ده تخفيض تاني في الاسعار قريبا بمشيئه الله تعالى. مشكورك جدا الاستاذ عبد الله غراب رئيس الشعبه العامه للمخابز، معلقا على انخفاضات اسعار الخبز السياحي والخبز الفينو. خليني برضو اقول انه المواطن تحمل، وكانت الظروف صعبه جدا جدا، كان عندي بضائع مكدسه في المواني، كان عندي ازمه توافر العمله الاجنبيه الدولار، كان عندي مشاكل متراكمه، لكن الحمد لله بدات الانفراجه ورويدا رويدا بدات الامور تنتظم. النهارده اول يوم في تطبيق اسعار الخبز السياحي والخبز الفينو، مع انخفاضات واضحه في اسعار الارز والسكر، وزي ما قال الدكتور علاء عز لابد حتى تنعكس وصولا الى سندوتش الفول والطعميه، لانه المواطن اللي بيروح يجيب سندوتش يقول ده بقد كده والفلافلايه ولا الطعميه بقد كده، هو ده المؤشر النهائي، مش المؤشر اللي احنا بنقوله، مش اللي احنا بنقوله في البرامج، احنا بنقول مؤشرات وارقام ونسب وقرارات. المواطن في الاخر اللي بيمس، وفي النهايه لما يجي يطلع من جيبه يجيب السندوتش الفول او الطعميه او طبق الكشري بكام. وهو ده اللي الحقيقه الحكومه في الفتره الاخيره بدات تضع يدها على المشكله، ورئيس الوزراء بنفسه الدكتور مصطفى مدبولي مع الاتحاد العام للغرف التجاريه بيتكلموا على مدار الساعه في كيفيه شعور المواطن بانخفاضات في الاسعار. الدكتور علاء عز لما بدا دخل معايا قال لي الناس بتسمع راس الحكمه والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي واحنا بنتكلم، المواطن في الاخر يقول لك يا عم طب انا فين؟ انا حسيت باللي انتوا بتقولوه ولا لا؟ طب هو المواطن بيشعر باللي احنا بنقوله؟ احنا في وادي هو في وادي ولا احنا كلنا مع بعض؟ هل احنا بنتكلم على بلد تانية ولا بنتكلم على نفس البلد؟ فبالتالي احنا لازم نقرب من بعض، وزي الرئيس قبل كده ما قال في اكتر مرة اسمعوا الناس وكلموا الناس وشوفوا نبض الناس، لو في انتقاد انتقد بمعلومات وبوثائق، لان كلنا بنصلح لبعض ولولا دفع الناس بعضهم ببعض. فبالتالي احنا كلنا في مركب واحدة، المواطن اللي هو بطل الحكاية، حكاية الصبر وحكاية العمل وحكاية الإنجاز، حكاية بلد كانت في فترة من الفترات من 10 سنين ان هي تضيع، لكن وقوف هذا المواطن اللي هو بطل الحكاية اللي هو البطل الحقيقي لكل ما جرى، النهاردة الدولة بتقول كل اللي عملناه من بنية تحتية وغيره عشان اجيب استثمارات عشان اشتغل عشان اشغل عشان اغير من معالم هذه المياه الراكدة في مصر منذ عقود.
النهاردة لازم المواطن يشعر بالفارق، يشعر بأن في اختلاف، يشعر بأن حاله تحسن، يشعر بأنه لما قلنا الدخل بتاعه في حد أدنى للدخل ما ينفعش ينزل لكل المواطنين مع التضخم اللي كان موجود مع لازم يحس أنه على الأقل حاله مش بيتدهور، حاله ثابت. النهاردة الأسعار بتنخفض، ده بيسمع إن شاء الله يا رب تكمل المنظومة، منظومة الرقابة على الأسواق وضبط الأسواق مع الانفراجة اللي موجودة مع الشغل مع الأرباح اللي تتحقق. أعتقد إن إحنا مقدمين بإذن الله يا رب، بإذن الله رغم الظروف المحيطة مقدمون على مرحلة جديدة، والناس تشعر أن هناك تغيرا حقيقيا في حياتها اليومية. خليني أروح لطائفة أخرى من الأخبار السريعة اللي كلها بتصب في اتجاه واحد. وزير المالية كان موجود في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع مع مجموعة وزارية، وقال تصريح لسي ام بي سي عربية، قال الشريحة الثانية من رأس الحكمة هتصل تقريبا ل 20 مليار دولار اللي هي ان شاء الله خلال اسابيع يعني، وقال بيتوقع كمان يصل نحو مليار دولار من البنك الدولي لغاية شهر يونيو اللي جاي، وقال كمان متوقع وصول شرائح اخرى من بعض الدول زي اليابان 230 مليون دولار. خلاصته يعني عشان ما انتهش في ارقام، التدفقات النقدية المتوقع وصولها حتى شهر يونيو 24 يعني بعد شهرين من دلوقتي او شهر ونص من 25 ل 30 مليار دولار. يبقى الخزنة العامة للدولة او البنك المركزي المصري سيستقبل ما بين 25 مليار دولار ل 30 مليار دولار خلال 6 اسابيع من الان وفقا لتصريحات وزير المالية. احنا الحمد لله، الحمد لله ربنا لم يخزلنا ولن يخزلنا باذن الله. الدولار بعد تحرير سعر الصرف او تغيير هذه المنظومة النهاردة بقى عندي سعر واحد، ما عنديش سعرين. اختفت السوق الموازية، اختفت السوق السوداء. طبعا خدوا بالكم وانا بقول اهو، احط الورقة احط القلم وبقول للناس، في بعض الاصوات بشوف بعض المواقع كده وبعض الحسابات يقول لك اتقل الدولار هيطلع تاني، اتقل الدنيا هتخرب تاني. انا بشوف وبتابع، انا هنا اؤكد تأكيدا قاطعا لا يتزعزع ان الدولار في نزول وليس في صعود او ثبات حتى، لانه داخل تاني بقى اعلن بشكل دقيق وواضح، هيدخل الخزنة العامة للدولة او البنك المركزي من 25 ل 30 مليار دولار امريكي خلال 6 اسابيع من الان، من 25 اقل شيء ل 30 مليار دولار. معنى ذلك لكل صاحب عقل او نصف عقل حتى او ربع عقل ان الدولار هيبقى متوفر في البنوك، فبالتالي سعره هيزيد ازاي؟ سعره هينزل. النهاردة البنوك والقطاع المصرفي استقبل دولارات من ناس بتفهم وصل الى ارقام لم يكن يتوقعها احد. القطاع الاهلي كان بيوفر بيخزن الدولارات كنوع من الحفاظ على القيمة، كان الجنيه كان بينهار. النهاردة اصبح سعر العملة في البنك زي السوق اللي برة والسوق لم يعد لها وجود. بالتالي القادم ان شاء الله فيه عودة للسعر الحقيقي للجنيه، عودة للسعر الحقيقي للدولار مع توافر الدولار، توافر السلع، توافر الخدمات، توافر المنتجات، إفراج الجمرك السريع من البضائع الموجودة في المواني. كل شركاء الأجانب اللي لهم فلوس هياخدوها في مجال البترول والطاقة، أتصور إنه الفترة القادمة فترة انفراجة حقيقية في الاقتصاد القومي. طبعا بيكلم وزير المالية بيقول ان الاحتياطي النقدي الاجنبي اللي في مصر تجاوز 40 مليار دولار ولسه هيزيد تاني 50% من عوائد او عائدات الطروحات والحكومية اللي ان شاء الله يعني منتظرينها خلال الفترة القادمة. يبقى انا عندي صفقة رأس الحكمة، عندي الصندوق النقد الدولي، عندي البنك الدولي، عند الاتحاد الاوروبي،
عند الشركاء الإقليميين والدوليين زي اليابان وغيره، عندي برنامج الطروحات الحكومية، عندي باقي صفقة رأس الحكمة وما يستجد، عندي مصادر للعملة الأجنبية. ده كلها مصادر مش دائمة، خد بالك. مصادري الدائمة اللي الرئيس مركز عليها جدا 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 وبنقولها في كل وقت، التصدير ثم التصدير ثم التصدير. قناة السويس وقناة السويس مرتبطة بالوضع الإقليمي والوضع الجيوسياسي المرتبك في الإقليم. السياحة السياحة السياحة. عوائد المصريين في الخارج، عوائد المصريين في الخارج اهتزت خلال المرحلة الماضية نتيجة ان في سعرين، فالمواطن اللي بره بيحاول على السعر الاعلى في السوق السوداء. وخلينا نبقى واضحين، كل الحاجات دي اختفت مع توحيد سعر الصرف. العوائد بدأت تعود مرة اخرى، السياحة بدأت تشتغل الحمد لله محقق ارقام يعني عظيمة جدا، التصدير يعني اعلى من السنة اللي فاتت ب5 أو 6%. عندي قناة السويس ان شاء الله ربنا يسهل الوضع المتأزم في جنوب البحر الأحمر. أعتقد كل التفاصيل بترسم عنوان عريض في الآخر إن إحنا أمام انفراجة حقيقية بإذن الله في الاقتصاد. وده بيترجمها إنه في مصدر للشرق بلومبرج بيقول إن فيه شركة سعودية اسمها عجلان بتعتزم استثمارات ب1.5 مليار دولار فنادق، 10 فنادق في البحر الأحمر في منطقة رأس عجيبة. يعني عايزين يبنوا 10 فنادق ب1.5 مليار دولار. ده لو ما كانش في عندي مناخ جاذب للاستثمار الناس مش هتيجي تعمل هذا الكلام. أيضا في زي ما قال أيمن سليمان اللي هو مدير الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، قال مصر هتخطط لطرح مشاريع محطات تحلية مياه خلال الأسابيع القادمة، 29 مشروع لتحلية المياه. عندنا عجز في المياه، عندنا وصلنا مرحلة ان احنا كل المناطق الساحلية في البحر الأحمر والمنطقة والساحل الشمالي البحر المتوسط، كل المحافظات الحدودية الساحلية هيكون مصدر المياه بتاعها تحلية المياه، عشان اقدر اوفر من مياه النيل عشان ازرع، واوفر من المياه المعالجة عشان ازرع، لان احنا اكبر بلد سكانية في المنطقة مع وجود فقر مائي عموما. فاعتقد انه الدولة بتنظر الى الامام فيما يخص هذا الموضوع. امبارح رئيس الوزراء كان موجود في بورسعيد، شاف مصنع الكاوتش بيراميدز اللي احنا زرناه قبل كده. وانا فاكر لما قابلت صاحب المصنع وقال لي ان شاء الله احنا الملاكي خلاص، وده كان نقله نوعيه هائله، لان مصر دوله مستهلكه للكاوتش ومستورده للكاوتش بمليارات الدولارات. لما يكون عندي مصنع او مصانع او قلاع صناعيه كلنا لازم نقف ونشجعها. وانا رحت هذا الكلام من فتره، وامبارح رئيس الوزراء راح المصنع وكان يعني مشهد عظيم جدا في بورسعيد. ثم انتقل ايضا الى دمياط وشاف المواني وشاف الطفرة التنموية الموجودة في محافظتي بورسعيد ومحافظة دمياط. مصنع بيراميدز الحقيقة اهو قدامكم، كنت انا موجود زرت المصنع وشفت بعيني كيف يمكن للصناعة المصرية ان هي تصل وتحقق وتنتج وتصل الى ما نتمناه من الاستغناء عن الواردات لبعض الصناعات اللي احنا نقدر نعملها عندنا في مصر. النهارده رئيس الوزراء برضو بحث مع مسؤولي شركة المنصور للسيارات فرص تصنيع طرازات منتجات جديدة في مصر. يعني احنا عندنا حركة دائبة وحركة دائمة في تشجيع الصناعة، لانه لا يمكن ان انا اصنع، لا يمكن ان انا اصدر الا اذا كنت عندي صناعة حقيقية ومتطورة. شركة شيل مصر وشركائها بيتفقوا على تنمية المرحلة رقم 11 بغرب الدلتا العميق بالمتوسط. شغالين الحقيقة خلال هذه المرحلة من ضخ مبالغ مالية مستحقة للشركاء الأجانب عشان يواصلوا شغلهم في التنقيب والبحث والتجارب لمشروعات بترول وغاز خلال المرحلة القادمة.
خلينا اروح مع حضراتكم الى النهارده زي المتحدث العسكري ما قال. فريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي بيشهد اجراءات التفتيش، ده اول مره على فكره بهذه الضخامه، اجراءات التفتيش ورفع الكفاءه القتاليه لوحدات مدفعيه الرئاسه العامه بنطاق المنطقه المركزيه العسكريه. سلاح المدفعيه يا جماعه يعني من اهم الاسلحه القتاليه. طبعا ده هذا التفتيش، تفتيش الحرب، تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحه بالذكرى 42 لتحرير سيناء. والحقيقه اجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لوحدات المدفعية الرئاسة، مدفعية الرئاسة العامة اللي تم انضمامها على التشكيلات التعبوية وإدارة المدفعية، يعد تطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية. وده حضر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقارة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. طبعا بدأت الإجراءات بعرض تقارير الكفاءة القتالية للوحدات وما شهدته من تطوير لدعم قدرتها على تنفيذ كافة المهام القتالية تحت مختلف الظروف. اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية ألقى كلمة أكد فيها على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها لكافة الأنشطة والمهام اللي بتنفذها كافة الوحدات والتشكيلات بنطاق المنطقة المركزية وصولا لأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي للدفاع عن أمن الوطن واستقراره. شاهد القائد العام للقوات المسلحة عرض تسجيلي تضمن نشأة تطور سلاح المدفعية وما شهدته وحدتها المختلفة من تطوير وتحديث باعتبارها قوة النيران الرئيسية في معركة الأسلحة المشتركة الحديثة والتي تقدم الدعم والمعاونة النيرانية للقوات المنفذة للمهام خلال مراحل العمليات. طبعا القائد العام مر على القوات المصطفى والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية لكافة العناصر وناقش الضباط والقادة المشاركين في اسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها. طبعا الفريق اول محمد زكي القى كلمة نقل فيها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للعناصر المصطفى واعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة لحماية الوطن وصون مقدراته ومقدسات الشعب المصري. خليني أهني القوات المسلحة المصرية وأهني كل أفراد هذه المؤسسة العظيمة العريقة، سندنا وظهرنا في كل مراحلنا. القوات المسلحة هي السند وهي الظهر وهي عمود الخيمة وهي الدرع وهي السيف. خليني أقدم تهنئة خالصة مخلصة من القلب ومن العقل لكل فرد في القوات المسلحة المصرية بمناسبة تحرير سيناء، هذه البقعة الأغلى علينا جميعا، هذه البقعة التي ارتوت بدماء زكية طاهرة لكل الأجيال، كل أجيال مصر، كل بيت في مصر، كل عيلة في مصر، كل أسرة في مصر شاركت بدم أحد أفرادها لتحرير هذه الأرض الغالية علينا. لذلك بيؤلمني أشد الألم أن نسمع بعض هؤلاء الحمقى والأغبياء الذين يبتزون وطنيتنا بالحديث عن سينا. سينا محرمة على أعداء هذا الوطن، سينا للمصريين، مش هنسيب سينا زي أبنائنا زي أجدادنا وأبائنا ما ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على سينا، إحنا كمان بنحمل هذه الأمانة. سينا اللي إحنا خدناها خلال السنوات الماضية وهي جريحة من الإهمال وجريحة من الإبعاد، سينا اللي استوطن فيها الإرهاب، سينا اللي عاشش فيها الثعابين والحيات من الإرهابيين، طهرناها وانتصرنا على الإرهاب. عملية شاملة شارك فيها القاصي والداني أبناء سينا والقبائل والمصريين من كل اتجاه جيش وشرطة، حررناها وعمرناها ومش هنسيبها، حررناها وطهرناها وعمرناها
وتاني مش هنسيبها للعدو ولا الحبيب. سينا لمصر والمصريين. كل سنة وجيشنا بخير، كل سنة واحنا بنحتفل رغم ان الظروف صعبة، ورغم انه الحدود الشرقية الان مشتعلة، وحرب غزة اللي استمرت من 7 اكتوبر لغاية النهاردة 198 يوم، داخلين على 200 يوم، لم يكن احد يتخيل ان الحرب تستمر كل هذه المدة. 200 يوم قتل، تدمير، تخريب، ابتزاز لمصر، ابتزاز لمصر كل يوم، كل يوم في ابتزاز للدولة المصرية، كل يوم الناس بتشوف جزء من الحقيقة، كل يوم هناك ضغوط، ضغوط اقتصادية، ضغوط مجتمعية، ضغوط سياسية، ضغوط من كل الاتجاهات. محيطك الإقليمي كله مشتعل، غربا، جنوبا، شرقا، شمالا، كل حدودك مشتعلة للضغط عليك. 7-8 دول عربية ضاعت وانت واقف صامد بتدافع عن عرينك، عن أرضك، عن حدودك، عن شرفك، عن كرامتك، وفي ابتزاز شغال كل يوم، كل يوم الابتزاز شغال، والمزايدة شغالة، والهجوم شغال علينا من كل هؤلاء الحمقى والموتورين اللي شغالين بأجر نائحات مستأجرات للنيل من هذا الوطن والنيل من معنوياتك كمواطن. تشكيك، تشكيك، تشويه، تشويه أهلة التراب على كل شيء. لكن كانت القيادة واعية، ومنذ اليوم الأول ويوم 10 أكتوبر بعد الأحداث بثلاث أيام جلس الرئيس مع كبار القادة وكبار رجال الدولة يستطلع آرائهم ويشوف الناس فاهمة الصورة صح ولا فاهمة الصورة غلط، كلنا شايفين نفس الزاوية ولا فيه عندنا تشويش. والرئيس قالها كلمة: لن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية، لن نقبل بتهجير الفلسطينيين لا قصرا ولا اختيارا، وخصوصا إلى سيناء، وبنساعد الفلسطينيين بكل ما نملك وبكل ما نستطيع وبحكمة بالغة. كل سنة وجيشنا بخير، كل سنة وبلدنا إن شاء الله يا رب منصورة، وبإذن الله أعدائنا مقهورين في كل ما يحاولوا على مدار الساعة إن هم يخفضوا معنويات هذه الأمة العظيمة الصابرة اللي أعتقد هي البطل الحقيقي. الدولة دي دولة قوية ودولة كبيرة ودولة عندها حضارة، وعند كل مواطن مصري معين ومخزون حضاري تاني زي ما بقول تحت جلدك حضارة ما تخليش حد يقدر عليك. مفيش حد يقدر على المصري بالوعي، بالحفاظ على مقدراتنا ودولتنا الوطنية. النهاردة وأنا بتكلم على فلسطينيين وبتكلم على دورنا والجيش، خليني بس أقول لحضراتكم سريعا أنه في غضب إسرائيلي شديد. من مين؟ من الأمريكان. لا، إسرائيل زعلانة من أمريكا، ده تمثيل ولا جد؟ الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات أو قررت فرض عقوبات على كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي. هذه الكتيبة بتوصف بأنها كتيبة سيئة السمعة، وهي جزء من لواء كثير تم إنشاءها سنة 99 لاستيعاب المعتقدات الدينية للمجندين من الطوائف الأرثوذكسية المتطرفة والدينية القومية، ومعظم عملها كان يشك بشكل أساسي في الضفة الغربية. سنة 22 هذه الكتيبة قامت بقتل مواطن أمريكي بالغ من عمر 78 سنة، وفي ردود فعل أمريكية كانت غاضبة على هذه الكتيبة. أمريكا تقوم بفرض عقوبات على هذه الكتيبة، والكتيبة اسمها نيتساح يهودا، ومارست العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. فأمريكا قالت هذه الكتيبة ويمنع وصول السلاح الأمريكي إليها وأفرادها وقادتها من الأفراد اللي بيطبق عليهم العقوبات الأمريكية. طبعا
الكلام ده كلام ما يخش الدماغ يعني. عموما قال لك العلاقات متوترة بين أمريكا وبين إسرائيل، وإسرائيل بتطالب أمريكا بالعدول عن هذا القرار. يعني هم اختاروا كتيبة كده في الجيش الإسرائيلي وقالوا هنفرض عليها عقوبات، والدنيا بقى إيه. حتى في التقرير اللي جاي بيقول لك أمريكا تضرب نتنياهو بقوة. فطبعا واحد بقى يقول لك يا سلام، ده وقعوا في بعض. نروح بسرعة بسرعة قبل ما نروح مني، في ثواني نلاقي إسرائيل واخدة من أمريكا معونة كم مليار دولار، يعني رقم إسرائيل وأوكرانيا أقر مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي الكونجرس الأمريكي حزمة مساعدات مليارية، 95 مليار دولار لكل من أوكرانيا وإسرائيل، ومضوا عليهم مين؟ الجماعة بتوع الكونجرس الأمريكي. 95 مليار دولار منهم بس الإسرائيل. قد ايه منهم لإسرائيل؟ حوالي 26 مليار دولار لإسرائيل. صحوا لي الرقم يا ولاد. ازاي انا زعلان وبفرض عقوبات على كتيبة في الجيش الإسرائيلي وفي نفس الوقت اديهم كل هذه المليارات؟ ده مصر طلع عينها، ده احنا طلع عينينا عشان 3 4 5 مليار من صندوق النقد الدولي، ونروح ونيجي وناس تروح وناس تيجي ومفاوضات ومراجعات ومراجعه اولى ومراجعه ثانيه والحق وشعوش والبنك الدولي عشان ناخد 12 مليار دولار. امريكا بجره قلم، بجره قلم امريكا 26 مليار دولار في مينتس، في دقائق، لمين؟ لاسرائيل. وقال لي ايه واحد تاني يطلع يقول لي ده اسرائيل بأمريكا بتضرب نتنياهو بقوة، تضربه بقوة عشان يفرض عقوبات على كتيبة عنده في الضفة الغربية، وفي نفس الوقت يديله 26 مليار دولار. أنا عايز الناس تنتبه، يعني احنا بنخش في التفاصيل ونسرح. واحد يجيب الخبر اللي بقراه يقول لك ايه، غضب إسرائيلي بعد عقوبات أمريكية على كتيبة سيئة السمعة، العلاقات في مهب الريح. فنقرأ ونسرح بقى ونروح، ياخدونا في حته كده نائيه واحنا نروح معاهم. انه الامريكا واسرائيل اتخانقوا، امريكا واسرائيل بقوا دلوقتي عدوين، امريكا بتضغط على اسرائيل وبتفرض عقوبات على احدى الكتائب سيئه السمعه في الضفه الغربيه. فاحنا نسرح بقى ونروح خيالنا، وفي نفس التوقيت في نفس اليوم في نفس الخبر 26 مليار دولار فوقهم بوسه لمين؟ لاسرائيل. من مين؟ من امريكا. طب اصدق الخبر الاولاني ولا الخبر الثاني؟ طب انا اروح يمين ولا اروح شمال؟ لا، ده انا لازم افوق، لازم افوق واعرف وافهم انه امريكا لن تتخلى عن اسرائيل وطموحاتها وعلمها، لان اسرائيل جزء من امريكا، عشان يبقى فاهمين الصورة. هو بيحاول يدغدغ مشاعر الجماهير عشان عنده انتخابات، وبيحاول يضحك عليا برضه في نفس الوقت، يقول لك احنا بص فرضنا عقوبات على كتيبة سيئة سمعة في الضفة الغربية ومنعنا عنها السلاح ومنعنا عنها كذا وكذا. انا انبسط بقى في نفس التوقيت 26 مليار دولار في كلمة، في كلمة 26، ما يفرقوش مع أمريكا حاجة، يفرقوا مع إسرائيل. وإحنا نقول الاقتصاد الإسرائيلي بيتعثر، الاقتصاد الإسرائيلي خلاص بينهار. لا، عمره ما ينهار. أمريكا مش وراء إسرائيل، مع إسرائيل. أمريكا ليست وراء إسرائيل، أمريكا مع إسرائيل، عشان يبقى فاهمين. وإحنا بناخد قرارات، وإحنا بنحلل، وإحنا بنقرأ، وإحنا بنشوف، وإحنا بنستنتج، وإحنا بنستنبط. أمريكا وإسرائيل كيان واحد. طيب طبعا حضراتكم عارفين ان كان في الجزائر تقدمت بمشروع قرار في مجلس الامن عشان الاعتراف بالدوله الفلسطينيه. الدول كلها وافقت الا امريكا استخدمت الفيتو وبريطانيا امتنعت عن التصويت. وكانت طبعا زي ما حضراتكم عارفين السلطه الفلسطينيه قالت ان في 137 دوله من الدول الاعضاء في الامم المتحده اللي هم بلغ عددهم 193 دوله، منهم 137 اعترفوا بدولة فلسطين لغايه دلوقتي. 137 دولة من 193 دولة اعترفت بالفعل بدولة فلسطين. طبعا في سبتمبر 2011 رئيس السلطة محمود عباس قدم طلب للانضمام لدولة فلسطين الأمم المتحدة، وطبعا الفلسطين نالوا في نوفمبر 2012 وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. هم دلوقتي عايزين العضوية كم؟ والرئيس السيسي يوم لقائه مع ملك البحرين طالب انه اعتراف بدولة فلسطين
وتصبح عضوا في الامم المتحده، وده هيديني خطوه كبيره جدا لقدام. الجزائر تقدمت نيابه عن المجموعه العربيه بهذا الطلب، وفق من كل الدول 13 عدا بريطانيا اعترضت كعادتها يعني، وامريكا استخدمت حق النقد الفيتو. بريطانيا امتنعت عن التصويت وامريكا استخدمت حق النقد الفيتو. اسرائيل طبعا شكرت امريكا، اللي لسه بنتكلم دلوقتي امريكا وعملت عقوبات على كتيبه، لا ده ادت لهم 26 مليار دولار واستخدمت حق الفيتو للمره يمكن الرابعه ولا الخامسه منذ انطلاق الحرب في 6 اكتوبر من العام الماضي. اسرائيل استدعت الدول التي وافقت، استدعت سفراء الدول في تل ابيب الدول التي وافقت على الاعتراف بالدوله الفلسطينيه. طبعا الاحتلال الاسرائيلي اصدر توجيهات لكل العسكريين الاسرائيليين في كل مكان وكل المستوطنين، اوعى تشيل علم فلسطيني من مكانه. كان في خطه لازاله الاعلام الفلسطينيه، فاكتشفت القوات المسلحه للكيان الاسرائيلي انه هناك مفخخات وهناك الغام في هذه الاماكن الساريات اللي عليها الاعلام، فطلعوا تعليمات اوعى تشيل علم فلسطيني من مكانه لانه قد يكون ملغوم. طبعا ده نتيجه انه كان في محاوله لازاله علم، مستوطن حاول يشيل علم اهو قدام حضراتكم اهو، ده راح يشيل علم الفلسطيني قدامكم اهو 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 لغم. الصوره دي رائعه جدا جدا اهو قدام حضراتكم، فلسطين، علم فلسطيني على ارض فلسطينيه، مستوطن اسرائيلي ارعن احمق غبي اهو اتحرك علشان يزيل العلم الفلسطيني، فحدث اهو بيقذف العلم برجله فاودت بحياته. لذلك النهارده الاحتلال الاسرائيلي بيقول ما حدش يروح ابدا يشيل علم فلسطيني. جيش الاحتلال بيوافق على مواصله الحرب في المنطقه الجنوبيه، ده في اليوم ال 198، ومصر شغاله على مدار الساعه، على مدار الساعه مساعدات بتدخل الى قطاع غزه من معبر رفح، والسيارات والشاحنات المحمله يعني على مدد الشوف، وبندخل مساعدات على قد ما نقدر، والحمد لله اهو يعني النهارده 258 شاحنه واستقبلنا 31 مصاب. لكن اسرائيل بتجهز نفسها لحرب كبيره في رفح خلال الاسبوع والاسبوعين اللي جايين، ربنا يسلم، لانه الوضع حساس ودقيق جدا جدا جدا. انتباهة وطنية وانتباهة، لانه احنا في وقت عصيب، ومشرد جراح حدودي، رفح المصرية، رفح الفلسطينية، معبر رفح، المساعدات، تكديس الفلسطينيين في الجنوب، اسرائيل بتهدد، في قصص كبيرة جدا جدا جدا. يعني ربنا يكون في عون اللي بيديروا هذه الازمة، ربنا يكون في عون الجانب المصري اللي بيدير الازمة بحكمة وحنكة شديدة في وقت عصيب. الغلطة بفقورة، الغلطة بفقورة. احنا لازم نكون واعيين، احنا بنتابع القضية الفلسطينية وغزة دلوقتي على انه مين مات النهاردة ومين ضرب النهاردة، في بعد اخر خاص بيا، بحدودي، بامني، بحياة الناس اللي هناك، برؤية المجتمع الدولي، حاجات كتير جدا في المعادلة يجب ان ننتبه اليها ونبتعد قليلا عن الامور الهشه الهامشيه، وخلينا في بيت القصيد، لانه عندنا تحديات مفصليه، تحديات مفصليه. صحيفه معرفه الاسرائيليه النهارده بتقول لقد خسرنا الحرب في غزه وعلينا انهائها. ده الخبير العسكري الاسرائيلي اسحاق بريك بيقول ان احنا خسرنا خلاص في غزه وعلينا ان احنا نمشي. طبعا عمل في مقابله مع القناه 12 الاسرائيليه، قال انه تدمير حماس بشكل كامل ده حلم لنتنياهو، ونتنياهو بيتغذى على تصريحات وكلمات سموتريتش وبن غفير، وقال ان هم هيضيعوا دولة اسرائيل
وهيضيعوا امن اسرائيل ويطلعوا امن اسرائيل. ده احد المعارضين لمجله معرف الاسرائيليه. صحيفه او مجله التلغراف البريطانيه بتقول العالم اقرب لكارثه نوويه اكثر من اي وقت مضى خلال الحرب البارده، وبيتكلموا على ايران واسرائيل. يعني التلغراف بتعمل تقرير بتقول ان ايران واستبدلت زي ما كان في حرب ايديولوجيه بين الراسماليه والاشتراكيه او الشيوعيه، بيمثل الراسماليه امريكا بتمثل الشيوعيه الاتحاد السوفيتي في حينه. النهارده بيقول لا، ده الحرب النهارده بين الاسلام والغرب، وايران هي اللي بتتزعم هذا. اعتقد ان ده تقرير يعني اخرق احمق، لا يرتقي الى انه يكون تقرير علمي وانما اراء متطرفه وعنصريه. الفورن بوليسي بتقول ماذا وراء المدينتين الكبيرتين اللذين يبنيهما السيسي وبن سلمان. بيتكلم على العاصمه الاداريه الجديده، وبيتكلم على مدينه دي لاين السعوديه، وبيقول ده محاوله لتغيير الجغرافيا في المنطقه، لكنه طبعا بيهاجم الدولتين لاهداف طبعا معلومه. يعني احنا بنينا بنتهاجم، ما بنيناش بنتهاجم، اتكلمنا بنتهاجم، سكتنا بنتهاجم، في كل الاحوال لن يرضى عنك هؤلاء. الفورن بوليسي قالوا ان الاقراض للدول الافريقيه بيحتاج الى بنك عالمي افضل. طبعا اتكلموا على ده، كانت وزيره الخزانه الامريكيه جانيت يلين بتقول انه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللي بقى لهم عمرهم 80 سنه عجزوا، اللي هم منتجات خرجت من رحم بريتن وودز، بتقول انه هذه المؤسسات غير قادره على ضخ التمويلات اللازمه للعالم بعد هذه التغيرات الحاده في اقتصادياته. يعني قبل ما غادر هذا الملف، حزب الله بيقول استهدفنا التجهيزات التجسسيه لجيش الاحتلال الاسرائيليفي موقع حنانيا ودمرناها. وحزب الله ايضا بيقول والجيش الاسرائيلي بيعلنان تبادل القصف والضربات على طول الحدود جنوب لبنان. اعتقد ده يعني برضو نوع من الاداء المسرحي يجب ان احنا لا ننساق وراءه بالشكل الكافي. خليني استاذنكم يعني في فاصل قصير قبل ان اعود لاختتم بعض الملفات في حلقه الليله، ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه في موضوع من الموضوعات الخطيره التي كشفت عنها مسيره الحرب بين الفلسطينيين وبين العدو المحتل الاسرائيلي. هذا الموضوع تفجر خلال الايام القليله الماضيه من خلال عمل صحفي تناولته وسيله اعلاميه فلسطينيه اسرائيليه ووسيله اعلاميه بريطانيه، وهو تطبيق بيعمل بالذكاء الاصطناعي. هذا التطبيق بيستهدف الوصول الى فلسطينيين بعينهم. يقال وفقا لوجهة النظر الاسرائيلية انهم بينتموا لحماس او بينتموا للجهاد الاسلامي، موجودين في جروبات على الواتساب، ممكن الجروب فيه 100 شخص، فيهم شخص واحد من المستهدفين من حماس او من الجهاد الاسلامي. وفقا لهذا التطبيق بيتم اصطياد كل المجموعه الموجوده على الجروب الواتساب، ويتم تفخيخهم جميعا عن طريق الوصول اليهم من خلال خوارزميات التطبيقات في ميتا اللي هي الفيسبوك والواتساب. طبعا هذه الفضيحه بدات يتم تناولها من خلال صحيفة ذا جارديان البريطانية ومجلة 972 بلس العبرية، وقالوا انه هذا التطبيق او هذا السيستم اسمه لافندر القاتل. وكثير من الصحف الاوروبية تكلموا عنه، عن تطبيق او نظام لافندر، ولكن كل الناس خافوا يتناولوا الموضوع. لماذا خشي الجميع او معظم الناس من تناول قضية تطبيق لافندر الذي يستهدف من خلال
الداتا والمعلومات الموجودة عند الفيسبوك، عند ميتا وعند الواتساب نفس الشركة، ان بيدوا هذه بيعطوا هذه المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء الى دولة او الى جيش او لجهاز استخباراتي، مش علشان يراقبوهم علشان يقتلوهم. بقول تطبيق ميتا وتطبيق الفيسبوك والواتساب شاركوا بعلم وبوعي في ما جرى للفلسطينيين في الأرض المحتلة. من يوم 7 أكتوبر ل 24 نوفمبر تم استخدام هذا التطبيق فيما لا يقل عن 15 ألف جريمة قتل في الهجوم على غزة. 15 ألف جريمة، يلاقي 7-8 في جروب موجودين على الواتساب بيستهدفهم كلهم، جريمة قتل مع سبق الإصرار. بقول من يحاكم هذه التطبيقات؟ من يستطيع ان هو يشن حملة على هذه التطبيقات؟ مين هيقدر في العالم يواجه الفيسبوك؟ مين هيقدر في العالم يواجه الواتساب؟ لازم يخرج ملاك هذه التطبيقات ويدافعوا عن نفسهم ويغسلوا سمعتهم ان كان عندهم دفاع، او يعتذروا ويتحولوا للمحاكمة لانه ده مشاركة واشتراك عن عمد في قتل ابرياء ليس لهم علاقة بكل ما يجري، مواطنين فلسطينيين أبرياء تم اصطيادهم عن طريق هذا التطبيق القاتل المجرم اللي استخدمه قتلة مجرمون. وإحنا بنقول وبنخاف ليه؟ مش عايز أتكلم وأقول يعني الموضوع مش فتحة صدر إن إحنا نعمل إيه، لكن إحنا قصرنا في حق أنفسنا حينما تركنا الساحة أمام هؤلاء لصوغ واختراع وتدشين وتركيب تطبيقات إحنا بنستخدمها. إحنا بنستخدم فقط اللي بيعملوه، ما عنديش تطبيقات عربية، ما عنديش بلاش عربية وبلاش القومية وبلاش العنصرية، بقول تطبيقات خاصة بالجنوب بالناس الدول الناشئة، تطبيقات خاصة بينا. ما ينفعش أبقى قاعد أسير لتطبيقات بيقودها هؤلاء. الكلمتين اللي بقولهم دلوقتي دول وانا عارف وبدفع الثمن من اكتر من سنة فاتت انه عامل لي ليميتيشن، كل البوستات بتاعتي ما بتظهرش للناس والناس بتسأل هو ليه ما بتوصلنيش، لانه مستهدفين، لانه اي حد مع الفلسطينيين قافل عليه، اي حد ضد الاسرائيليين قافل عليه، اي حد بيهاجم الفيسبوك بيقفل عليه، اي حد بيهاجم التويتر بيقفل عليه. احنا يا جماعة في عالم مش متعدد الاقطاب، احنا في عالم بيحكمه وتحكمه وتتحكم فيه التكنولوجيا. زمان كان بيتحكم ملاك شركات الطاقة، بعدين ملاك شركات السلاح، النهاردة بتتحكم في الكرة الأرضية حتى في الحكام حتى في المحكومين حتى في الآراء في الثقافات 4 ولا 5 من ملاك التكنولوجيا في العالم. النهاردة أمريكا بتحاول تقفل تطبيقات التيك توك الصينية في أمريكا ولازم يبيعوها. ليه؟ لأنه تطبيق صغير خلاص أثر في المزاج العام. إحنا بقول رغم أن عندي كفاءات وعندي 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 وعندي، أين هي التطبيقات المصرية؟ نتكلم على مصر بقى، فين الناس العقول اللي عندي وعندي خبرة ذهب؟ فين الناس دي؟ فين نطلع بتطبيقات نقدر نتحرك نقدر نروح وأنا عندي مرجعيات وعندي مكون ثقافي وعندي أنا عندي كميات من البشر يقدروا يعملوا الفرق. يعني مش عايز اوسع الموضوع ولا عايز دايما اجلد الذات، لكن بقول انه امريكا اسرائيل في الحرب على غزة استخدمت تطبيقين. التطبيق الاول تطبيق خاص بفكرة تغيير الحالة المزاجية للشعب الاسرائيلي وشرحناها قبل كده واتنشر في الصحف الاسرائيلية. جايب تطبيق بالذكاء الاصطناعي بيغير الحالة المزاجية. ازاي يعني بيغير الحالة المزاجية؟ بيخليك وانت شغال بتشوف وسائل التواصل او بتشوف التطبيقات عينك تقع على حاجات ايجابيه فمعنتك بترتفع، والعكس بالعكس عايز يقرفك بيعمل نفس القصه. واعتقد احنا بنقع تحت طائله هذه التطبيقات منذ فتره طويله، محاوله خفض الروح المعنى للامه، محاوله التاثير في الناخبين الى اخره. والتطبيق الثاني اللي هو لافندر اللي بيحاول يوصل فيه للفلسطينيين بجرائم مكتمله الاركان. انا بس الناس عشان تعرف لأن هذا الموضوع لم يأخذ حقه بشكل كافي. وإحنا بنتكلم على أمريكا
وبنتكلم على الصراع الامريكي الصيني، وبنتكلم على الحرب المدمره، بنتكلم، انا بقول امريكا والصين كلاهما لا يمكن ان يستغنى عن الاخر، ولا يمكن ان تقع حرب امريكيه صينيه مهما قيل، لان الصين هي المصنع الاساسي لامريكا، وامريكا هي المستهلك الاساسي لما تصنعه الصين. كلاهما كما وصفهم احد الكتاب الامريكيين كسكيرين، كلاهما يتكئ على اخر او يتوكى على الاخر، هما الاثنين زي اثنين سكرانين ماشيين بيتعكزوا على بعض، ما يقدروش يستغنوا عن بعض امريكا والصين. ولذلك لما الرئيس الامريكي والرئيس الصيني اتقابلوا مع بعض اكتر من مره، اتكلموا مع بعض اكتر من مره، وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن في الصين يوم الاربعاء المقبل. خليني قبل ما اطلع فاصل، عندي الحقيقه حاجتين. يعني الاعلى الاثار طلع بيان الحقيقه كان فيه على السوشيال ميديا، قالوا انه سرير امينه هانم الهامي والد الخديوي عباس حلمي الثاني اختفى من متحف مع المانيا لمحمد علي، وحصل كلام كتير على السوشيال ميديا، اختفى السرير، اين ذهب السرير، واين الى اخره يعني. فالاثار مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الاعلى للاثار قال انه نفى ما جرى تناوله على فيسبوك، وقال انه السرير موجود في المتحف لاجراء اعمال الترميم اللازمه له تمهيدا لعرضه بالقاعه المخصصه للعرض الخاصه بمقتنيات السيده امينه هانم الهامي ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف الخاص بمتحف قصر محمد علي. ده مهم جدا، الناس بتسال كتير على هذا الموضوع. اهو قدامنا السرير ده اتنشر خلال الفتره اللي فاتت كتير، اين ذهب السرير؟ هذا هو مكان السرير، موجود في المتحف لاجراء اصلاحات او ترميمات. طبعا الناس دلوقتي على الخش على تويتر تلاقي ترند ايه، نقابه الصحفيين ونقابه المهن التمثيليه على خلفيه يعني ما جرى في جنازه الفنان الراحل صلاح السعدني، يعني خلص العزاء له والاسره والفن المصري. اثناء الجنازه حصل احتكاكات، فطلعت نقابه المهن التمثيليه بيان قالت ان العزاء بيقتصر على معارف او اصدقاء الفنان، والصحفيين والاعلاميين ما يحضروش على خلفيه يعني لغط حدث اثناء الجنازه. ونقابه الصحفيين طلعت بيان وقالت انه اتكلمنا مع نقابه المهن التمثيليه وهنتقابل مع بعض الاربع اللي جاي عشان نحط ضوابط لتغطيه الجنازات. في كل الاحوال خليني بس اقول، مش عايزين ننحازل طرف على طرف ونقول ازاي ونقابه المهن التمثيليه ما تسمحش للصحفيين والاعلاميين، ده عيب، واحنا وما ينفعش اقول انه نقابه الصحفيين غلطانه، وما ينفعش اقول نقابه المهن التمثيليه غلطانه، ولا ينفع اقول ده يا جماعه ظرف، يعني له قدسيه، الوفاه الموت له قدسيه، فبالتالي فيه ضوابط اخلاقيه، وبالتالي في حاله حزن موجوده لابد ان تقدر لاهل المتوفى، فبالتالي احنا محتاجين ضوابط، نضع ضوابط كود لتغطيه الجنازات، لانه الجنازه دي اصلا المفروض تكون صامته وتكون فيها قدسيه وفيها نوع من الصمت الحقيقي والتامل الحقيقي، ده الوعظ الحقيقي في الحياه هو الموت للاحياء، وبالتالي نقدر نغطي العزاء اللي موجود في الاماكن، لكن اعتقد انه بيبقى فيه مبالغه شويه من بعض زملائنا وما بيقوموا بشغلهم، لكن مبالغه بتخرج اهل المتوفى عن شعوره. خلينا اقول مش عايز انا معركه النقابات ولا خالص، ده نقابه الصحفيين ونقابه المهن التمثيليه الاثنين نقابات وطنيه. خلينا اقول انه المفروض في ضوابط. انا من سنه 21 اصدرت قرار لزملائي واتفقنا ان احنا لن يكون هناك تغطيه للجنازات على الاطلاق، احتراما للقدسيه الحاله والمشهد، وفي نفس الوقت لغايه ما تطلع ضوابط حاكمه واضحه جدا، اصور ايه ما اصورش ايه، اتواجد فين، الاماكن اللي فيها تواجد، ما ينفعش ادخل ورا الجثمان، ما ينفعش اصور حاله الحزن، في حاله الحزن ده حاجه مشاعر انسانيه حقيقيه ما ينفعش اصورها، يعني الصحفي بيقول هو ده الدور بتاعي، ان انا لازم اصور الحاله واصور المشاعر وانقلها للناس لان دي شخصيه عامه. دي وجهه نظر، وجهه نظر تاني بيقول دي خصوصيه، الحزن خصوصيه، البكاء خصوصيه، الانهار خصوصيه، موضوع محتاج، مش محتاج كلام على الهوا.
محتاج خبراء يقولوا نعمل ايه ونحط ضوابط ونطلع بيه مدونة للسلوك، او يعني نحط كود ومعايير حاكمة لتغطية الجنازات. خليني قبل ما اطلع فاصل، كان فيه لقاء بين محمد منتصر المتحدث السابق باسم تنظيم الإخوان الجماعة الإرهابية، وفي مقطع فيديو متداول ليه في لقاء إعلامي تم إجراؤه في الخارج. والحقيقة يعني أنا خلصته، استمعت إلى كل الحوار، لكن وقفت عند نقطة مهمة جدا جدا في توثيقنا لمسيرة الإخوان. موضوع الاعتداء على الأقسام وعلى المراكز الشرطة وما جرى بعد 30/6، كان الإخوان ما تصرفوش هذا التصرف بشكل لحظي، ما خدوش قرار انهم يهاجموا الأقسام وأقسام الشرطة في 30/6، لا، ده القرار اتخذ قبلها بست شهور، اتخذ في 2011، خدوا فتوى مجلس شورى او مشورة الجماعة انه سموها فكرة فتوى دفع الصائل، وهي اجازة القتل ولا اثم على القاتل ولا ضمان، حق حماية المقرات، حق حماية مقرات الاخوان. قال لك اللي قرب من مقراتنا يقتل ولا دم عليه. مين اللي قال الاخوان؟ امتى؟ في 2011، وكرروا واعادوا الفتوى في 2013 في شهر يناير 2013، قبل ثورة 30/6 بست شهور كاملة، واخدين قرار مسبق بانه قتل كل من يقترب من مقرات الاخوان. يا جماعة ده جزء مهم جدا لا يجب ان نغفله، ونحن نوثق ونكتب تاريخ هذه الجماعة وجرائم هذه الجماعة. شغل يا ابن الفيديو لو سمحت، لو عندك يلا يا ابن. دكتور محمد كمال واخرين فرضوا قرار المواجهة على الجماعة او جروا الجماعة جرا الى قرار المواجهة، هل هذا الكلام صحيح؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح للمرة، وفيه مغالطة كبيرة للتاريخ. يعني لا، اذا سمع هذه الحلقة يعني اخواني من الاخوان المسلمين يعرفوا ان قرار يعني قبل ان يكون قرار المواجهة كان في قرار الدفاع في يناير 2013، اللي هو ساعتها كان تحت اسم حرق المقرات، حماية المقرات، واخدوا فتوى ساعتها بدفع الصائل. فالقرار اصلا ما كانش قرار الدكتور كمال، ده القرار قرار قديم في هذه المساحة، قرار واحنا ساعتها الاسلاميين والاخوان في الحكم، في الحكم ان هم يدافعوا عن مقراتهم وعن بيوتهم. نعم، ضد كان بيحصل حرق للمقرات، كان بيحصل الشرطه بتشتبك معانا، الشرطه بتشتبك معانا ضد الشرطه اللي هي المفروض بتحمي الدستور. نعم، اللي هو اتى بالدكتور مرسي رئيسه. نعم، موقف يعني سريالي. سريالي، وكان احنا ساعتها كمان الاخوه يقول لك لا احنا مع البلطجيه، احنا مش عايزين الشرطه عشان الشرطه دي من اوساط الدوله. فاحنا حتى هذه المساحه كانت موجوده في يناير 2013، وساعتها اخذوا من الشعب مجموعات عشان خاطر يبقى دي المجموعات بتحمي المقرات. احنا كنت بنشوف بعض الاخوه والله فوق الستين ويبكي، انا عايز اكون موجود، انا عايز اشارك معاكم. فالقواعد باستمرار حتى في الداخل وفي الخارج. بص يا دكتور، الجماعه حينما اخذ هذا القرار اتخذ بشكل مؤسسي وشوري. ده جزء من مما يجب ان يكتب في كتب التاريخ. خلينا استاذنكم فاصل قصير ثم نعود للفقره الحريه الرئيسيه في حلقه الليله، ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، الفقرة الحوارية في حلقة الليلة استكمال او استمرار لما بدأناه بالامس في فتح ملف الصحافة القومية، وهذا التغيير او التغير الذي حدث خلال الايام القليلة الماضية من ضخ دماء جديدة وقيادات صحفية جديدة لتحقيق اهداف بتتماشى مع الجمهورية الجديدة والتحديات الجارية خلال المرحلة الحالية. هذه الحلقة مختلفة، هذه الفقرة بها كثير من التحيز إنجاز التعبير، لأنه
ضيوفي أو ضيفاتي كلهن سيدات، لأنه المرأة في هذا العصر في تقديري أخذت جزء كبير من الطموحات، كانت دائما ما تنادي بها المرأة أن تكون المرأة في موقع القاضية، في موقع الوزيرة، في موقع المحافظة، في موقع رئيس التحرير أيضا. النهاردة معايا ثلاثة من زميلاتي الأعزاء الذين تولينا، أنا بحاول أجيب لغة عربية مظبوطة، يعني أكثر من رئاسة التحرير أكثر من إصدار، فأصبحنا فاعلين في الوسط الصحفي خلال هذه الفترة. دعوني أرحب بهن. سمر دسوقي رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص. سمر أهلا وسهلا، مشرفاني على حضرتك منوراً. وعلى السادة المشاهدين وعلى كل زميلاتي الحلوين كمان. سوسن مراد رئيس تحرير مجلة البيت ونصف الدنيا. سوسن مراد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ نشأت، تشرفت النهاردة. الشرف لي. نيفين كامل رئيس تحرير الأهرام إبدو، وأعتقد كمان في موقع يعني أو بوابة كمان طبعا أهرام إنفو، بس هي طبعا الأهرام إبدو. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك، ميرسي على الدعوة الكريمة، نور حضرتك ربنا. طيب خليني هبدأ بسمر وهناخد محورين في القعدة بتاعتنا دي. طبعا فريدة كاتبة لي يا جماعة ورق كتير وأسئلة ومش عارف إيه، فانا زعليش منها فريده اصلا، دول اصدقائي اصلا، فانا هتكلم بقى ايه من غير ورق، نقعد نحكي مع بعض كده. في محورين، محور تمكين المراه صحيح، والمحور الثاني هتعملوا ايه في اصداراتكم خلال المرحله الحاليه والتحديات الجامه للصحافه، خاصه الصحافه الورقيه والمطبوعه. اتفضلي. مساء الخير عليكم وعلى كل الساده المشاهدين، وطبعا الزميلات اللي بيشوفونا والزميلات الحاضرين معانا. يمكن حضرتك بدات من نقطه يعني انا كتير جدا بنتكلم فيها، وبالذات من خلال مجله حواء، تمكين المراه. احنا وده بقوله في كل مكان، احنا بنعيش العصر الذهبي للمراه، العصر اللي خدنا فيه نتيجة لتقدير القيادة السياسية عدد كبير جدا من المكتسبات على طبق منفضة نتيجة للدور. طبعا دور المرأة موجود من 1919 لغاية دلوقتي، ولكن كان في بلورة وكان ملموس أكثر طبعا. لا في العشر ترجعي الايام زمان، ايام الملكات بقى، ده مصر علمت العالم يعني ايه مرأة. لا هو اللي كان ملموس قوي بقى العشر اعوام، طبعا انت عارف طبعًا. حضرتك الاحداث اللي حصل يعني عشناها، الاخوان والانتخابات الرئاسيه الاولى والثانيه والتعديلات الدستوريه ثم الانتخابات، كل دوت كان نصب اعين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن اول ما تولى سيادته مقاليد الحكم في 2014 وهو وعد ان هيكون في تقدير، هيكون في مكتسبات، لان هو فعلا فعلا بيوقر المراه. وبنشوف في كل الفعاليات حتى من غير مناصب وتمكين سياسي واقتصادي قد ايه بيبقى فيه مشاركه، بيبقى فيه يعني احنا داخلين مثلا عيد تحرير سيناء، امهاتنا وزوجاتنا من الزوجات وامهات الشهداء والقوات المسلحه والشرطه موجودة في كل الفعاليات، في تقدير، وفي تقدير المرأة المصرية. عندنا تمكين ايه يعني، ده ممكن الحلقة دي ما تقضيش، انتوا قاعدين لغاية بكرة. عندنا تمكين طبعا، اولا عندك تمكين سياسي، شفنا دورة 2015 البرلمان كان فيه 148 نائبة، دورة 2020 وده بيحصل لأول مرة، احنا طول عمرنا بنلعب على الكوتا والعدد القليل واللي بيتذبذب صعودة، لا ده احنا 2020 كمان وصلنا ل 162 نائبة. وشفنا الصورة الجميلة اكيد حضرتك فاكرها، ان سيادة النائبة فريدة الشوباشي انها تفتتح وعلى العالم وامرأة مصرية، يعني مفيش تقدير بعد كده. عندك سيادة النائبة فيبي فوزي وتوليها لوكالة مجلس الشيوخ، صحيح. عندنا ايضا التمثيل الوزاري، انت الاكثر من مره طبعا كانت المراه لفتره زمنيه طويله، طبعا مع احترامي للحقائب الوزاريه الموقره كانت موجوده اللي هي وزاره التامينات وزاره الشؤون، الان لاكثر من دوره، ثمان وزيرات ست وزيرات وفي تخصصات مختلفه وكلهن اثبتن جداره على ارض الواقع. عندك مناصب لاول مره، محافظات، رئيسات جامعات. عندنا طبعا وفقا لتوجيهات سياده الرئيس دخول المراه للنيابه العامه، هي كانت موجوده في النيابه ومجلس الدوله بالظبط، ده احنا كنا بنطالب ده فتره التسعينات وبدايه الالفيه، عايز حملات شوف حضرتك تقدير واحترام قد ايه. عندك زمره من المبادرات الصحيه اللي بتوعنا بال 100 مليون صحه وست المصريه صحه مصر، ومبادرات اطفالنا في المدارس لمواجهه التقزم وضعف السمع والسمنه الى غيرها. عندنا حياه كريمه وتكافل وكرامه،
كل دوت بيوفر فرص عمل. صحيح. وايضا بيحسن البيئه المحيطه بالاسره والمراه المصريه ككل. فاذا القصه كلها ده انا بدي حضرتك امثله، عندك مجموعه من القوانين اللي اصدرت وغلظت لحمايه المراه من كل صور العنف. وخليني اكد على حاجه زي ما بقول في كل البرامج يا جماعه، ولازم نقول ده تقدير من القياده السياسيه ليه؟ انت ما عندكش ظاهرة، ارجوكم تشيروا كده، احنا دولة عادية جدا، عندك حالات بسيطة فردية بتطلع زي اللي موجودة في اي دولة ومع ذلك. واقل كمان. طبعا. بالظبط، بدليل حاجة حضرتك بص احنا حاضرين معاك اهو، بتلبس عادي وبتخرج وبتمارس حياتك وبتشتغل وبترع، عندك حالات فردية لكن مش ظاهرة، ومع ذلك كان عندنا ايه؟ قوانين لمواجهة تغليظ عقوبات وإصدار قوانين لمواجهة الختان، التحرش، الزواج المبكر، الحرمان من الميراث. كان عندنا استراتيجية متكاملة واستراتيجية تمكين المرأة 2030 اللي أصدرها المجلس القومي للمرأة مشكورا بتوجيهات لسيادة الرئيس. هل احنا شوف انا بص انا بختصر، هل ده كله لسه بنقول اللي هو تمكين المراه في الصحافه والاعلام بس؟ لا، احنا معلش احنا بنعيش عصرنا الذهبي على كافه المحافل. بنعيش عصرنا الذهبي. صحيح. دي حقيقه. اولا سعيده ان انا يعني معاك في البرنامج، حقيقي انا بحبه وبقدره، وسعيده اني مع زميلاتي وصديقاتي. سالت عن التغيير ومعناه، وانا خليني اتكلم بشكل شخصي شويه. يعني معنى الحركه الاخيره ايه؟ هاخد كده من سعاد حسني كلمه لما قالت الكلام اللي بيتقال بحماس لازم يتسمع بحماس. فانا كان ده المعنى بالنسبه لي، انا اشتغلت بحماس واديت كده طاقه كبيره جدا جدا في مجال يعني الصحافه، و بسميها الصحافة الإبداعية اللي هي مهتمة بالجمال والذوق والثقافة والفن، مجال كده ليه لغة معينة، اتقلنا بحماس واتسمعنا بحماس. فكان التكليف بكمان مجلة يعني ليها مكانة وليها تاريخ عريق وكبير، وكان على رأسها أستاذة كلنا بنشوفها يعني أحد يعني أهرامات الصحافة، وهي أستاذة سناء البيتي. إن أنا يجدد ليا في مجلة البيت ويضاف كمان تكليف بإني أمسك نص الدنيا، ده كان معناه إنه اللي إحنا قلناه اتسمع، وعملنا تجربة أعتقد إنها كان فيها حاجة مهمة جدا، مش بس إن هي يعني صحافة فعلا اتقالت بحماس زي ما قلت لك، بمعنى إنها قالت بصدق ووصلت للناس، كمان كانت ليها دور في المجتمع اللي هي بتتكلم معاه، اللي هم بعتبرهم القوى الإبداعية في مصر، من فنانين، من مصممين، من معماريين، من فنانين تشكيليين، من ناس في الصناعة، بكل المجالات يعني اللي ممكن نعتبر إنها بتعبر عن مصر المبدعة. مصر اللي هي مش بالظبط اللي يعني قد تكون واصلة كاملة لكل فئات المجتمع، لكن محتاج إنها توصل وتوصل أكتر وأكتر وأكتر كمان قدام، وتوصل مش بس جوه مصر، إن إحنا نعبر عن نفسنا وعن مبدعينا وعن إحنا نقدر نعمل إيه كمان في المستقبل. مش بس إن أنا بقول والله الفن في الزمن الجميل، بكره جدا المنطق ده في كلامنا، نحنا بنعيط على زمن فات. لا، احنا عايشين زمن كمان مزدهر جدا في مجال ابداعي متطور، ادواته اختلفت، قضاياه اختلفت، وبالتالي احنا لازم نتكلم على النهاردة وعلى اللي جاي من خلال مين؟ خلال الناس اللي احنا عايشين معهم، ونحترم القديم ونفضل ان احنا يعني نديله حقه ومكانته، ده بلا شك. كمان يعني كان بالنسبة لي يعني نص الدنيا يعني رمز كلنا كبرنا عليه، أستاذة سناء البيسي. أنا عندي معاها الحقيقة نقطة تاريخية بيني وبينها، أستاذة سناء البيسي هي اللي اختارتني من خلال لجنة ديمقراطية، ودي حاجة ما حصلتش أبدا في تاريخ الصحافة، كرئيس تحرير تنفيذي لمجلة البيت في لقطة كده ما كانتش يعني متوقعة أبدا، وكانت هي على رئاسة لجنة يعني صغيرة من ثلاثة، وقالت هي تقدر تعمل حاجة. دي كانت أول شهادة كده اتسطرت
كده وكملت أنا بعدها. والنهاردة بنلتقي تاني بطريقة مختلفة يمكن، ومن اللقطة دي ابتدى مشواري مع مجلة البيت كرئيس تحرير تنفيذي ثم كرئيس تحرير، وعملنا مشوارنا وبنكمله إن شاء الله. النهاردة وأنا قاعدة في مجلة نص الدنيا والمجلة البيت دي، يعني بتمنى إن إحنا حقيقي نقول عن ما نتمناه، إنه يعبر عن المرأة بشكل متنوع، المرأة بكل اهتماماتها، مش بس الجمال والأناقة وما هو متوقع من مجلة أنا ما بعتبرش إنها للمرأة، مجلة اجتماعية تتكلم عن مصر، عن المجتمع المصري بكل مشاكله، وتكون فيها شفافية، وده بتعبر عنه المكتوب والمرئي في المجلة كصورة وكصحافة. يعني عندك خطة طبعاً. بقى عندك خطة لاستخدام هذه المجموعة وهذه المجلة لتكون معبرة عن الزمن اللي احنا فيه. عجبني حقيقي. فكرة انه انا ما عودش اسير لفكرة الزمن الجميل، طب انا عندي برضو جمال في هذا الزمن. خلينا نروح لنيفين كامل والصحافة المصرية اللي تخاطب العالم. اعتقد وجودك على رأس هذه المطبوعة له إشارة ورسالة. أولا أحب أتشرف بحضرتك، ولكن بتشرف بالدعوة دي، ورحب بزميلاتي طبعا المتأكدة أنهم بيشاركوني نفس الحماس مع تجديد الثقة في الفترة الجديدة. ومن هنا طبعا أحب أتوجه بالشكر لدولة متمثلة في سيادة الرئيس والهيئة الوطنية للصحافة. حضرتك زي ما قلت، بالنسبة لي رئاسة تحرير أهرام إبدو، لو اتكلمنا عن التمكين المرأة طبعا مش هقدر أزود عن الأساتذة قالوه، بس هي مثال واضح لتمكين المرأة. أنا كشخصي أول رئيس تحرير سيدة أمسك رئيس تحرير أهرام إبدو بعد 3 من الأساتذة الكبار، طبعا أستاذ محمد سلماوي طبعاً. كان الأب الروحي لينا وهو مؤسس الجريدة، وأساتذتي دكتور هشام مراد وأستاذ فؤاد منصور. فأنا حاسة أنه ده نوع من الاعتراف برضو أنه سيدة أو مرأة تمسك جريدة سياسية اقتصادية شاملة متكاملة، لأنه أنا شايفة أنه رئاسة تحرير إصدار ناطق باللغة الفرنسية هي مهمة وطنية ذات طابع استراتيجي، خاصة في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي في الفترة دي، لأن هي اللي بتنقل صوت مصر والصورة الحقيقية للي بيحصل جوه البلد خارج البلد، خصوصا في الأحداث الصراعات الإقليمية والدولية. يعني أكيد حضرتك مثلا شايف في صراعات غزة اللي كان بيتقال ومعبر رفح بيتقفل وبيتفتح، فاحنا علينا المهمة أن احنا ننقل الصورة دي بصورة واضحة جوه. الأهرام إبدو نفسه مثال واضح جدا لتمكين المرأة. احنا عندنا 90% تقريبا من العاملين في الإبدو سيدات، مع طبعا الاحترام لزملاء الرجاله، ده سبب طبعا انه اللغه الفرنسيه، بس هم مجموعه من السيدات الصراحه لم يتوروا عن بذل اي جهد لاستخراج اصدار مميز من الـ من الـ من المحتوى. عندنا كوادر، من الجودة. عندنا كوادر شاطره جدا، عندنا كوادر، يعني مش تحيز بس عندنا كوادر متميزه. لا 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 احنا متحيزين جدا، يعني احنا نشهد لهم. احنا عندنا كوادر صراحه متميزه جدا، يعني حتى كانت بتتخطف كده في الجرايد الثانيه كلها كانوا عايزين يشتغلوا فيها. كلهم جايين من خلفيات مختلفه، احنا عندنا الابتكار موجود، عندنا الافكار موجوده، ما عندناش فكره انه رئيس تحرير بابه مقفول، رئيس تحرير مدير تحرير بابه مفتوح، كلنا بنشجع بعض. ظهر جدا كمان مع البوابة الإلكترونية اللي احنا أطلقناها من 5 شهور، بوابة الأهرام إنفو، إنه نفس كوادر يبدو احنا ما استعناش بأي كوادر من بره، هي اللي كانت مستخدمة في إطلاق البوابة. فإحنا بالنسبة لنا الأهرام فعلا الأهرام يبدو تجربة مختلفة مهمة وطنية بتنقل الصورة بره، فحاسة إنه دي مسؤولية على عاتقنا. يعني أتمنى إنه أبذل قصارى جهدي ونبذل كلنا قصارى جهدنا علشان نقدر نحقق الهدف منها. أنا عندنا كم مطبوعة باللغة الأجنبية في مصر؟ فرنساوي 2، وده هنا كمان أحب أشير أنه إحنا الصحف القومية هي الوحيدة المهتمية أن يبقى عندها صحافة ناطقة باللغة الفرنسية، إحنا والبروجري، الأهرام إبدو والبروجري، مفيش أي تحرير تبع الجمهورية. الجمهورية دار تحرير. تمام. ما فيش أي صحافة تانية ناطقة باللغة الفرنسية ولا قطاع خاص ولا، يعني إحنا بس الإنجليزي طبعًا فيه، بس فيه في الصحافة القومية، بس كمان فيه في ويكلي وفي في البوابة وفي إيجيبشن جازيت، وفي بس فيه بقى إصدارات تبع فيه كمان إيجيبت توداي، في حاجات قطاع خاص. يعني إحنا الحاجة الوحيدة الفرنسية بس تبع الصحافة القومية. والله أنتوا يعني أعتقد وجودك على رأس هذه المطبوعة
ده قمة التأكيد على احترام الدولة الرسمية للمرأة، وان المرأة مش مجاملة من الدولة، لا المرأة قادرة على تبوؤ اماكن مهمة واستراتيجية زي ما حضرتك تفضلت. خلينا استأذنكم اطلع فاصل قصير ممكن ولا يلا بينا يلا بينا اتفضل. لا المرأة المصرية موافقة موافقة يعني. يلا بينا فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. البطولة العربية العسكرية للفروسية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. البطولة العربية العسكرية للفروسية الحدث الأول من نواه بمشاركة أكثر من 10 دول عربية ابتداء من 24 إبريل حتى 27 إبريل بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية العاصمة الإدارية الجديدة. اهلا بحضراتكم من جديد. خليني ارجع لزميلاتي وصديقاتي وضيوفي الاعزاء. سمر عندك حواء والكواكب وطبيبك الخاص، الحقيقه يعني كل واحده فيهم تاريخ. صحيح. يعني انا بتكلم عن نفسي، كان الحاجات دي لازم تبقى موجوده معايا وانا لسه في بداياتي، يعني مش بداياتي وانا في ابتدائي، لسه لازم كنت اشوف الحاجات دي واقرا وغيره. ايه الخطه اللي انت مكلفة بيها من الهيئة الوطنية للصحافة للتطوير، وايه الخطة اللي انت حطاها لنفسك، طموحاتك ان احنا نطلع من دول ايه يساهم في قضية الوعي واعادة بناء الانسان المصري؟ بص حضرتك، انا طبعا بدايتي خليني اخد كده من سوسن. انا توليت رئاسة تحرير مجلة حواء بداية 2017، ثم أضيفت لي الكواكب وطبيبك الخاص. طبعا كلهم زي ما حضرتك قلت تاريخ وتراث، يعني لدرجة أن أنا في بداية تولي هذه المسؤولية يعني إيه التقوا بي في إحدى البرامج، فلا دي حاجة كبيرة وهتعمل إيه وكده. بص سيادتك، إحنا بنعمل إيه؟ أولا فيما يتعلق بالتوجه بتاعنا، طبعا ده تكليف أشكر عليه أولا الدولة، أشكر عليه الهيئة الوطنية للصحافة، وطبعا أكبر دليل على دعم المرأة المصرية من قبل سيادة الرئيس. إيه اللي بيحصل بالظبط؟ أنا كنت حاطة قدامي هدف، بدأت في حواء. سوري مقاطعك، أنتوا التلاتة 6 إصدارات، يعني أنتوا تلات زميلات 6 إصدارات، فيعني يعني أنا بكلم مع 6 إصدارات النهاردة. لا وبنرحب بالرجل المصري، في رجل مصري كتير معنا. بص سيادتك، فيما يتعلق بمجلة حواء، انا وهقول لك الجانب ده، وهقول لك احنا كمان بنسير العصر في المرحله الحاليه ازاي. اولا انا كنت حاطه قدامي ان طبيعه العصر اللي احنا عايشينه بتعبر عن قضايا المراه، عن مشكلاتها، بتجيب عن تساؤلاتها، لكن الاهم اللي كان يعني شغلنا في مجلة حواء، وده كان توجهنا ونقلناه بعد كده للكواكب وطبيبك الخاص، انت ازاي تدعم. دلوقتي احنا خلال 10 أعوام بعد ما خلصنا من الاخوان، نظفنا البنية التحتية، شغالين في مشروعات قومية عملاقة، لينا دور، وبالذات المرأة المصرية طبعا مشاركاتها عديدة زي ما احنا قلنا في البداية.
طب الدور دوت احنا هنترجمه ازاي؟ زي ما قلت لك احنا لا نتوقف عند نقل الحدث او اللي ورا الحدث او حتى الاجابه عن استفسارات واسئله اللي هو الجمهور المستهدف تجاه اي حدث بيتم او مشروع بيتم. لا، انا مؤمنه جدا بصحافه التنميه. صحافه التنميه اللي هي بتصنع الحدث، بمعنى ايه؟ بنقوم بدورنا العادي اللي هو الدور العادي المتعارف عليه، ولكن جنبيها اهتمينا قوي بالمبادرات المجتمعيه، بالصالونات، بالندوات، بالحملات اللي بتطوف كل المحافظات، سواء بقى في انتخابات الرئاسيه، سواء في مثلا مواجهه بعض المشكلات زي الزياده السكانيه الى غيرها. كل دوا كان فريق عمل مجلة حواء موجود على أرض الواقع بجانب دوره الإعلامي، بننقل ونتناقش مع الناس ونعكس دوا على صفحات المجلة، لأن احنا كنا مقتنعين جميعا أن دورنا مهم جدا في مرحلة البناء. وإذا كانت الدولة المصرية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على فكرة مش ورا المرأة بس، بيدعم المواطن المصري سواء المرأة، الشباب، ذوي الهمم، إلى فاحنا لينا دور. فبالتالي احنا بنقوم بهذا الدور المجتمعي اللي هي صحافه التنميه، ان انت تصنع الحدث. الاعلام التنموي. بالظبط. لما توليت بجانبهم طبعا، وده شرف ليا، الكواكب وطبيبك الخاص من 2020، نقلنا نفس الفكر، فابتدينا برضو ان احنا نعمل ندوات، نعمل صالونات، لان كمان انا دايما بقول لهم كده يا جماعه، الفن والمراه هما الاثنين من القوى الناعمة التي ينبغي توظيفها لإبراز دور الدولة اللي هو موجود فعليا، لكن انت لازم تستخدم القوى الناعمة. صحيح. ففعلا بدينا، ويمكن حضرتك شرفتنا في إحدى الندوات والصالونات مرة واحدة. مرة واحدة الفترة الجاية أهلا وسهلا. يعني 7 سنين يا صاحبي، يعني الفترة الجاية أهلا وسهلا حضرتك والزملاء طبعا كده يعني. انا عايز خصوصيه، عايز مرة تعزميني عشان نتكلم في كذا. لا خليني انا يعني انا عايز اسال بس، يعني انت وسوسن في النقطه دي، هل فعلا انتوا عندكم مجلات متخصصه للمراه او دعم المراه او التنوير في قضايا المراه، سواء نص الدنيا ولا حواء والكواكب دي فن طبعا. انتوا ليه بتخرجوا عن التخصص؟ لا خالص يا فندم، على فكرة التخصص، بص خلي حضرتك حاجة، احنا الصورة النمطية اللي كانت متاخدة عن صحافة المرأة في فترة من الفترات اللي انت بتتكلم في فاشن وبيوتي ولايف ستايل ماشي، ده موجود، دي اهتمامات تقليدية وموجودة، ولكن في دور انت لازم تلعبه في المجتمع. مش يعني المرأة المصرية دلوقتي، مش دلوقتي بس، على مر التاريخ ليها دور في المشاركة السياسية، المشاركة المجتمعية. صحيح. ليها دور في اساسا الدعم الاقتصادي، ولما تاخد كمان امتيازات، يعني احنا مثلا اللي بنلمسه على ارض الواقع ان انت كل ما بتدعم المراه اكتر، زي النائبات بتوع البرلمان وزي الوزيرات الفضلايات، كل ما بتديها اساسا حقوق وبتديها صلاحيات بتدي اكتر وبتنجح اكتر. فبالتالي ده اللي احنا بنعمله. انت ما ينفعش في هذا العصر ان انت تقف عند الاهتمام، ماشي بنغطيها وبنغطي اللي هي طبعا الموضوعات الاجتماعيه الجميله اللي هي برضو بتشغل ذهن القراء، اللي هي الزواج والخطبه والعلاقه بين الرجل، ولكن في دور انت في مرحلة بناء يا فندم. وده كان مفروض، الحمد لله الصورة اتغيرت طبعا مؤخرا من خلال اكتر من مطبوع، ولكن كان لازم نلعب ده من زمان. الاهتمامات التقليدية ليست اهتمامات المرأة المصرية فقط، المرأة ليها دور في عملية البناء، في عملية صحيح. التنمية، في عملية ان انت بتدعمها وتدلها امتيازات. طيب هي تساهم ازاي في بناء هذه الدولة؟ وده اللي احنا بنعمله. وعلى فكرة زي ما قلت لحضرتك، نقلنا اساسا للكواكب من خلال برضو مبادراتنا المجتمعية وصالوناتنا وندواتنا، ونقلناه لطبيبك الخاص. يعني اذا كنت انت شغال، طبعا احنا شفنا 100 مليون صحة، وازاي مصر خدت شهادة دولية من الامم المتحدة ان احنا نجحنا في القضاء السنه على فيروس سي. طيب يبقى انت ليك كمان دور ان انت تعرف القارئ ده في كذا كذا، ده في خدمات السام موجوده، ده انت ابسط حاجه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي يا جماعه، انقلوا الصوره المشرقه دي، ما انت كده بتساهم برضو في دعم الدوله. طبيبك الخاص دوره ايه؟ طبيبك الخاص اساسا زي ما قلت لسيادتك، دلوقتي انت عندك مجموعه كبيره من المبادرات الصحيه والمجتمعيه اللي بتعنى بصحه المراه وصحه الاسره. احنا بنقدم ايه بقى؟ اولا بتقدم انت تستفيد ازاي من هذه المبادرات وطبيعه الخدمات، وبعدين بنوجه ايضا القارئ ضروري ده على فكره مش طبيبك الخاص بس، حواء والكواكب الى غيرهم،
لازم ان احنا ننقل ده بشكل مباشر وبشكل غير مباشر عن طريق مواقع التواصل. لازم تنقل صورة مصر الجميلة الإيجابية. اشمعنى يا جماعة؟ يعني أنا بلاحظ ده لما تحصل ومعظمها حاجات مغرضة، حاجة سلبية قد كده لا بتقدم ولا لا، وتلاقي ده خده وده بقى اللي احنا بنعمله في التوعية. لا يا جماعة، لو سمحتوا ننقل الإيجابي وننقل صورة جيدة عن بلدنا، لأن أوريدي ده الواقع مش اللي بيتنقل على كل مواقع التواصل. طيب سمسم مراد، أنا سألت سمر دسوقي عن التخصص والحفاظ على الفكرة الأساسية من إنشاء أو تأسيس المطبوعة. امبارح كنت بسأل الزملاء رؤساء التحرير كانوا معايا، بقول لهم إنه لما طلعت أخبار الرياضة وأخبار النجوم وأخبار كانت بنت وقتها، أو هذه الأفكار كانت مناسبة للواقع اللي كان موجود. النهاردة أنا في واقع تاني مغاير تماما، سوشيال ميديا وذكاء اصطناعي وميتافيرس وبلاوي. صحيح. انتوا هتعملوا ايه؟ هتحافظوا على الحاجه اللي بين ايديكم، بنحافظ على حاجات قديمه جدا جدا، ولا بحاول اخترق المستقبل وبروح هناك في المستقبل واجيب حاجات زي ما الاساتذه القدامى اخترعوا هذه المطبوعات في وقتها وكانت في عنان السماء؟ النهارده عندي بتهيألي فرصه ان انا اعمل نفس الكلام. انت احلامك في البيت ايه؟ واحلامك لنصف الدنيا ايه؟ يعني اولا بشكرك على السؤال ده، لان يعني بيتهيألي احنا قاعدين هنا علشان كمان نسأل الأسئلة الصعبة، مش يعني نجمل بعض. فده سؤال جاي في الصميم. يعني هل احنا بنخرج عن الموضوع ده؟ سؤالك. طب هو ايه الموضوع؟ ما انا عايز اروح مثلا اشتري نص الدنيا الاقي فيها اللي في دماغي عن نص الدنيا، اروح اشتري حواء الاقي اللي في دماغي عن حواء. ايوه. هو ايه بقى الموضوع؟ هو اصلا ايه المجلات دي اتعملت في وقتها علشان ايه تحديدا؟ هل هي اتعملت كمجلة للمرأة فقط، ولا هي مجلة بتعبر عن المجتمع؟ يعني مثلا كان في نفس التوقيت اللي خرجت في حواء ونص الدنيا مجلات بتشتغل على أفكار مباشرة تماما ناحية المرأة، زي مثلا فيها حاجات عن الطبيخ، فيها حاجات عن التفصيل، ونلاقي معاها باترون ومش عارفة ايه وحاجات زي كده. دي مجلات فعلا متفصلة للمرأة فقط. لكن نص الدنيا والبيت انا اتكلم عنهم، لان ما ينفعش اتكلم عن حواء في وجودك يعني، لكن احنا كبرنا على مجله حواء كمان وكلنا بنحبها. فاقصد هي مجلات اتعملت علشان تعكس المجتمع. ده بيتوازى مع حاجه مهمه جدا بتحصل في مصر، وهي دائما المفروض تكون على اجنده اي دوله بتهدف للتطور والحضاره، وهي بناء الانسان. أنا مفروض أن المطبوعات دي بتعبر عن هذا المشروع الضخم الكبير اللي بيتحط قدامنا كلنا كهدف إحنا نبني فيه عشان اللي جاي، عشان المستقبل اللي جاي. مرأة، رجل، طفل، شباب، المجتمع هو اللي بيبني البلد دي، الناس. فأنا في رأيي يعني أن المجلات اللي يمكن ساعتها اتعرفت كمجلات، خلي بالك في ناس بتشوف ان ما حتى نص الدنيا مجلات فنيه مهتمه بالسينما، مهتمه بالنجوم او النجمات بالاصح. وكان طبعا انا قعدت اذاكر بقى ارشيف نص الدنيا كويس جدا، كان في النصف الاخر وكانت بتطلع كملحق كمجله للرجل بشكل يعني واضح وصريح بغلاف خاص وكل حاجه. فاقصد ده كله بيقول ان هي مجلة بتعبر عن المجتمع ككل. عندي كده يعني كده مش هفهم التخصص. التخصص وانا فاهمه غلط. بمعنى ايه؟ انها يعني مجلة أنا غير كنت سياسية. يعني غير سياسية طبعا، ده مجلة اساسي. مش قضايا المرأة. انا عندي سوسة، عندي اجندة للمرأة. يعني انا كل يوم بتمنى يكون عندي وقت انا شخصيا في البرنامج. صحيح. بتاعي لبعض العناوين الكبرى. ايه العناوين الكبرى؟ صحيح. عندي معارك ثقافية خاصة مثلا في موضوع الزيادة السكانية مثلا. الأمية، الزواج الإناث المبكر. أيوة. الختان. هو ده اللي بنقول. دي القضايا اللي أنا محتاج أنا أوعي المرأة. هل دي قضايا مش سياسية؟ ده أمن قومي. إن هي مش بشكل مباشر، هي مش مجلة اقتصادية بشكل مباشر، مش بتتكلمش عن البورصة والبنوك. هي مش مجلة سياسية بشكل مباشر، لكن السياسة والاقتصاد وكل المجالات دايما بتلمس مع المجتمع. فمن هنا هي مجلة بتتكلم في كل مجال، المجال الطبي، المجال العلمي، المجال السياسي، المجال الاقتصادي،
المجال الثقافي، المجال الابداعي، المجتمع. على حاجة، هو انا ما بحب اروح اشوف حاجه ديكور او غيره، اروح مجله البيت. ايوه لا يعني الحمد لله مجلة محافظة على التخصص، ويعني اللي راح ياخد يشيل صحيح. البيت عارف هو ايه اللي جواها، عنده توقع، وهو ده اللي احنا اشتغلنا عليه. ان مجلة البيت مثلا اول ما ابتدت سنة 2000 وقعدت فترة ونجحت نجاح كبير، وبعدها حصل طبعا تغيرات كتيرة يعني حتى اقتصادية، وحصلت الثورة وحصلت حاجات كتير مسافة. وقت ما بدت غير لما انا مسكت، كان لابد ان المجلة نسيجها يختلف، وان لا يختلف اهتمامها. بمعنى هي تعرف عنها مثلا انها مجلة مهتمة بالبيوت الكبيرة والقصور والسيدات فوق 50 سنة، وان هم يعني الطبقة المخملية فقط. احنا حافظنا على ده لكن وسعنا الدائرة، اهتمينا اكتر بالصناعة، اهتمينا اكتر بالصناعة الابداعية، اهتمينا اكتر ان احنا نوري نماذج من الشباب ونفتح المساحة اكتر، وان احنا نكون بنوري من العالم كله مش من مصر بس، ونوري بيوت صغيرة وبيوت كبيرة كمان بالتوازي. الصناعة نفسها، الصناعة الابداعية نفسها تطورت، فبقى عندنا كمان محتوى اكبر وموسع اكتر، وده مشي مع ده. تحولت مجلة البيت النهاردة لمساحة لتوثيق التطور الإبداعي في مجالات معينة، يعني ده شيء حقيقي. احنا طيب. عندنا صور وعندنا أرشيف يعني للناس، هم النهاردة رموز وشخصيات كبيرة في مجالهم. أهم حاجة الحقيقة أنا عندي كده كم يعني زي ما بيقولوا أعمدة بهتم جدا أنها تكون موجودة في العمل الصحفي، إن احنا ما نتكلمش بشكل مباشر عن يعني الرسالة المباشرة دي في رأيي ما بتوصلش، صحيح. الناس مش بتحبها. ان انا اتكلم عن ما هو ايجابي وما هو سلبي الاثنين، يعني اقدر افتح عشان قضية مصدقي. اقدر افتح صحيح. اي قضية واتكلم فيها وافتحها للنقاش مع الناس. ان انا لازم اتكلم بلغة توصل للناس ببساطة. انا ما عنديش، خلينا اتكلم بوضوح، عمر ما حد تدخل بهمسة في محتوى الصحفي اللي احنا قدمناه، عمر ما حصلت، عمر ما حد قال اعملوا ايه ولا تعملوا ايه، عمرها ما حصلت. عندنا حرية كاملة نختار احنا بنتكلم في ايه، رغم ان انا وضحت تماما كل المجالات بتلمس مع كل المجالات، بنتكلم عن انهي قضايا، بنقدم انهي ناس، بنتكلم بانهي لغة. الحرية الكاملة دي احنا استغلناها كامل الاستغلال بكل صراحة شديدة. يعني حابين نسأل الأسئلة الصعبة، احنا بنسأل حتى المبدعين والناس والفنانين والستات والرجالة. هو الست ممكن توصل لوحدها؟ لا. يعني ايه مجلة للمرأة بس؟ هي المجلة مش عن المرأة، هي مجلة عن المجتمع. وانا الحياة مهتمة جدا بالكيف وليس الكم، صحيح، وده مهم. طيب خليني اروح للأستاذة نيفين كامل. والحقيقة انا مهتم جدا، وانا بستأذنك برضو ان احنا هنعمل لقاء تاني مع زملائنا رؤساء تحرير المطبوعات باللغات الأجنبية، سواء الإنجليزية أو الفرنسية، لأنه احنا طول عمرنا بنتكلم بنقول إننا عايزين الآخرين يسمعونا ويشوفونا، مش بنكلم بعض. فأنتوا بتتكلموا نيابة عنا مع كل الدول الفرنكفونية كلها، يمكن أنت كمطبوعة باللغة الفرنسية، قولي لي التطوير والتواصل اللي حاصل. يعني برضو مش كفاية بطلع مطبوعة، تواصلك مع الناطقين بالفرنسية، المطبوعات الفرنسية، جسور التواصل، البوابة اللي انتوا عملتوها من كام شهر، احكي لي عن التجربة. احنا هنا طبعا هتكلم عن نوع تحدي مختلف عن زميلاتي. احنا التحدي عندنا كان مع التطور فعلا التكنولوجي وتطور السوشيال ميديا. من ساعة انا توليت رئاسة تحرير في 2020 كان موقع الأهرام إبدو وشأن مواقع تانية تماما محجوب، ما كانش موجود اصلا. ففي خلال شهر تواصلت مع الهيئة الوطنية للصحافة، وكان في سرعة في الاستجابة بطريقة غير طبيعية، وخلال شهر رجع الموقع وتم تطويره. بس طبعا الموقع ما كانش كان مهمل، مش محجوب. لا كان محجوب. محجوب يعني ايه؟ مقفول. ليه؟ ما كان مقفول يعني شأنه شأن مواقع تانية، كان مقفول من الهيئة اللي قبلينا، كانت مواقع مقفولة تماما، ما كانش. طيب خلص يعني ده تجاوز، بس انا كلمه محجوب دي كلمه يعني لا كان محجوب، ما كانش موجود تماما خلاص. تمام. اوكي. فرجعنا وفتحناه، وبعدين قمنا بتطويره، وبرضه ده ما كانش خطوه كافيه.
فخلال شهر بالضبط سبتمبر اللي فات بدأنا طرحنا الفكرة انه مع التطور واللي بيحصل انه مش احنا فكرة ان احنا بقى اصدار اسبوعي واحنا بنطلع كل يوم اربع فبنغطي الاخبار فبتطلع كل يوم اربع دي بتفوت علينا احداث كتيره مهمه او بنطلع باخبار بايته او بنعمل نوع تحليل مختلف فكانت البوابه هي الحل فكانت البوابه هي الحل وصراحه بتضخ اخبار كل يوم فيها بنضخ اخبار مهندس عبد الصادق الهيئه الوطنيه للصحافه مجلس اداره الاهرام زملائي وزميلاتي في خلال 3 اشهر احنا كان عندنا تارجت ان احنا نطلع البوابه قبل الانتخابات الرئاسيه فعلا في خلال 3 اشهر يعني كل حاجة كنا محتاجينها من دعم من 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 أجهزة من كل حاجة كانت متوفرة عندنا الحماسة الصراحة برضو لازم يعني في الإبدو في الناس إن هم إحنا ما استعناش بالناس من برة خالص كلهم من فريق الإبدو وكانت حلاوة البدايات رجعت لنا تاني فابتدينا في خلال 3 أشهر عملنا بوابة تمت لها 1 ديسمبر قبل الانتخابات الرئاسية يعني مش تحيز بس عايز اقول ان هي دلوقتي هي احنا وفقا للارقام ولما حضرتك تخش في خلال 5 اشهر المشاهدات تضاعفت 3 مرات وبقينا توب بوابه في مصداقيتكم فين مصداقيه في يعني تاثيركم لاسف تاثيركم فين تاثيرنا جدا في ده بقى المفاجاه احنا لما في فرنسا في الدول شمال افريقيا الدول الناطقه باللغه الفرنسيه الدول الافريقيه الناطقه باللغه الفرنسيه دول اكتر ناس بيخش عندنا عند الموقع طبعا مع مصر فاحنا نجحنا ان احنا نقطع يعني فرنسا انهم بيقروا عايز اقول لحضرتك انه احنا في جهات احنا عرفنا نخلق مكانه لينا لدرجه انه في جهات دوليه زي البنك الدولي صندوق النقد الدولي منظمه الفوضى ابتدوا يتواصلوا معنا علشان نبدا ننشر مقالاتهم مقالات خاصه هم كاتبينها بتتنشر عندنا بالابحاث والتقارير بتاعتهم عشان نعرضها السفاره الفرنساوي احنا بيبقى في فينا تعاون ما بيننا بصفه مستمره بيبقى في العيد القومي بتاعهم فابتدوا يعمل الموقع ادانا دفعه غير ان احنا يعني كان غير المطبوعه الاسبوعيه اللي فيها تحليل اكتر ومقالات اكتر ابتدت الناس تهتم تبقى موجوده معانا بشكل اكبر بشكل انه هنعمل انترفيوهات طب على الهواء طب بنغطي الحدث على الهواء غير لما بيطلع عندنا مؤتمر سنوي بنعمله وكان توقف بسبب كورونا بسبب الاحداث في مناقشات دلوقتي مع السفاره انها ترجع تاني وجود الموقع حاجه محمسه جدا ففكره وجود ما فكرتيش الموقع تعملي تاخي مع لوموند مثلا مع فيجارو مع يعني تعمل توأمة تعاون يعني هو في عشان ننفتح على اللي بره طبعا. احنا منفتحين عليهم في نوع من التعاون احنا لما جينا نعمل الموقع تواصلنا بيهم اخدنا الخبرة بتاعتهم يعني احنا اخدنا منهم حاجات انه احنا مثلا ربطنا 3 بوابات ببعض احنا عندنا البوابة حركة لما تخش البوابة الفرنساوي هتلاقي فوق البوابة الانجليش والبوابة العربي تقدر تعمل لينك على الاثنين يعني يا ريت زمايلي واحنا بنتكلم بس تتكلم على البوابة بقى لها نص ساعة كنت جابوا لنا الموقع بتاع البوابة بتاع ونحطه يعني انا مش لازم اقول يعني لازم اسلمكم على الهواء يعني مش قادر افهم يعني اتفضلي فالبوابة بتبقى موجودة بنقدر نخش على البوابة العربي والبوابة الانجليزي ونفس القصة في البوابة الانجليزي عاملين كده ونفس الفكرة اللي هو بوابة الاهرام الرئيسية ففي ترابط بين الثلاث بوابات فده برضو ادى قوة ومصداقية جامدة جدا ان احنا نقدر نخش على الثلاث بوابات فالتحدي وده بقى ادانا فرصة تانية للاصدار الاسبوعي ان احنا نعمل ملفات خاصة بنوع جودة وبعمق مختلف يعني قدرنا وان احنا نحاول نتارجت يعني عشان كنت بتكلم عن الميتافيرس نتارجت شرائح تانية يعني احنا ركزنا مثلا عملنا حاجات عن الذكاء الاصطناعي عملنا عن الجيل الثالث عملنا عن الميتافيرس فده فتح لنا مجالات تانية مع الشباب ومع الجامعات ومع المدارس ان هم ابتدوا يتواصلوا معنا وابتدوا يهتموا وبنعمل لهم مسابقات عندنا وبيجوا يزوروا الابدو وبيعملوا تدريب في الاهرام فاحنا يعني تمكنا من فتح مجالات من خلال البوابه انه ادت لنا فرصه ان احنا يعني نعمل نحسن من جوده المحتوى ونعمل ملفات تانية مع التغطيه الخبريه لان احنا زي ما بقول لحضرتك احنا 3 مرات تضاعفنا بننشر ستوريز بصفه مستمره كل يوم فيعني قدرنا نبقى نخلق مكانه لينا فعلا في ظرف 5 اشهر انا فخوره وانت بتتكلمي قلتي انه بنخاطب الناطقين بالفرنسيه في شمال افريقيا والقاره الافريقيه وده بالنسبه لنا بيتماشى مع استراتيجيه الدوله في علاقاتها الخارجيه انه انا عندي ظهر افريقي عايزين نتواصل معاه هل هيبقى فيه تعاون انقل المحتوى من الميديا في هذه الدول الناطقه بالفرنسيه والقوى الناعمه بتاعتهم والاغاني لانه بيقولوا لنا انتوا اتكلموا على علاقات المصر الافريقيه فين الفيلم اللي فيه بطل افريقي فين المصريين اللي شافوا أغنية أفريقية هل ممكن تكون المجلة والمطبوعة والمؤسسة والبوابة هي الجسر التواصل احنا عايزين نفعل احنا اوريدي عملنا كده بقالنا 2 أو 3 عملنا باب عن أفريقيا
تواصلنا مع السفارات، ابتدينا نغطي، ابتدوا هم ينشروا لنا مقالات، يبعتوا لنا مقالات تتنشر عندنا، بنغطي الاحداث في المخطط بقى في الفتره القادمه، حاطين على الاجنده اهم الاحداث الافريقيه بحيث ان احنا نتواصل معاهم، نعمل دائرات مستديره، بس احنا اوريدي تارجتناهم. ابتدينا حتى نتكلم عن عاداتهم مش بس الشراكه والحاجات، مثلا في رمضان كنا عاملين عن اهم وصفات الاكل الافريقيه في رمضان فنشرناها على صفحتين، في ساعه كاس بطوله كاس العالم اللوجوهات افريقيا. العلاقات مش سياسيه بس، لا احنا العلاقات مش سياسيه بس، احنا لم نكتفي بالعلاقات السياسيه، بالعكس سياسيه اقتصاديه اجتماعيه، يعني ابتدينا نهتم بيهم، وده خلق نوع من التواصل لدرجه انه السفارات نفسها ابتدت تبقى متواصل بيه. احنا كنا قاصدين نخلق لينا وزن في القاره الافريقيه تماشيا مع سياسه الدوله، ولانه احنا كمان كاصدار لينا جمهور هناك وهم مهتمين بان القارئ بتاعنا يعرف اخبارهم، فدي كانت نوع من التواصل اللي احنا خلقناه. عملنا باب عن افريقيا سواء على الموقع سواء في الاصدار اليومي في الاصدار الاسبوعي الورقي، فموجود تماما وبنعمل ملف اسبوعي عنهم، فاحنا اهتمينا بهذه النقطه جدا. هل ممكن تسمح لي اعلق حاجه على ليها علاقه بالاستاذه نيفين؟ انه حقيقي حقيقي البوابه الفرنساوي والبوابه الانجليزيه الاثنين، أهرام إبدو وأهرام سواء البوابة أو الجريدة، يعني أنا بتكلم كمنصات يعني، أو الأهرام ويكلي، إنه كمان مصداقية. حضرتك أول حاجة قلت لها عن المصداقية، الحقيقة إن كتير جدا من الجالية الأجنبية اللي عايشة في مصر، وخصوصا الناس اللي ممكن تكون شركات أجنبية، ودي طبعا استثمار مهم وبياخدوا قرارات يعني، والدبلوماسيين و بالنسبة لهم أي حاجة بتتنشر في أي مكان لازم يرجع في الأساس للبوابات وللجرايد المطبوعات الرسمية اللي بتصدر خصوصا عن الأهرام، إذا كان الويكلي أو الإبدو، دي مصداقية مطلقة. اسم الأهرام برضو اسم ده 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 دي حقيقة، ده حقهم أستاذ عزة إبراهيم وأستاذة نيفين وطبعا كل الزملاء اللي يسبقوهم، يعني حقيقي دي مصداقية بنت على مدار سنين يعني. فدي طبعا إحنا فعلا دي وجهة مصر ولغتنا في إن إحنا بنتكلم مع يمكن الاخر اللي ما بيقراش عربي، العزيزه اللي ما بيقراش عربي حضرت مراحل تاتشين البوابه معايا. لا لا دي كلمه نفس الدور على فكره. يلا بقى سمر بقى وهنعمل جر بقى كلمه اخيره سمر اتفضلي. بص انا هكمل على كلام الزميلات العزيزات، ان احنا برضو وده على فكره بجهد وتعب ومسانده الهيئه الوطنيه للصحافه، وتحياتنا للمهندس عبد الصادق الشربالي صديقنا العزيز، الحقيقه بيدي فرصه برضو لا وبيدعمنا بشكل كبير جدا. اولا ان احنا الكواكب وطبيبك يعني داخلين اهو على عامين، اصبح لينا مواقع الالكترونيه، اصبح لينا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قنوات مش عايزه اقول اسمها، على احدى مواقع الفيديو المصوره بنصور برامج. دعمهم كمان لم يتمثل فقط في اصدار هذه الكيانات اللي هي طبعا بتساير التطورات الموجوده في العالم كله، ولكن انا هقول لحضرتك عن تجربه شخصيه، انا فريق العمل عندي في هذه المواقع والقنوات تلقى دورات تدريبية بدعم الهيئة بشكل مجاني في التصوير والمونتاج والناريشن، وكمان أيضا في الذكاء الاصطناعي، واستطعنا ان احنا داخلين على عامين اهو في المواقع دي ما شاء الله بتزيد بشكل يومي. فبرضو كما شكرت الهيئة الوطنية للصحافة لازم أشكر فريق العمل، لان هم فعلا تعبانين، اولا بيشتغلوا ورقي، بيشتغلوا الكتروني، بيشتغلوا ذكاء اصطناعي، كل اللي شغالين في الصحف مش لا بصراحه مش مقصرين ان شاء الله المرحله المقبله هنكمل في نفس الاطار بتوسع، علشان طبعا ده ضروري جدا عشان العصر اللي احنا موجودين فيه. تمام، كلمه اخيره. مهمتنا ايه؟ مهمتنا نعمل توازن ما بين الاعلام والرساله الصحفيه والتوازن الاقتصادي. نجاح المكان ونجاح المطبوعة ونجاح المنصة اللي هي قد تكون مطبوعة وكمان ديجيتال لازم هيكون معاه نجاح اقتصادي، ودي بقت سمة العصر، واعتقد دي مهمتنا كلنا. صحيح. اللي علشان كمان المنصات تكمل. جيت على نقطة الوجع. ماشي معلش لازم اقول كلمة اخيرة. انا خليها كلمة شخصية، انا عايز اقول انه سر نجاح تجربة الابدو هي روح العيلة اللي عندنا في الابدو. احنا عندنا روح يعني كلنا في ظهر بعض، احنا جينا ثلاث رؤساء تحرير بنكمل بعض، يمكن احنا الاصدار الوحيد اللي الثلاث رؤساء تحرير حاليا شغالين جنب بعض،
انا معايا رئيس التحرير اللي قبلي واللي قبلي، احنا شغالين كلنا مثال يحتذى به الحقيقه، موجودين معانا، شغالين معانا في نفس الوقت، وافتتاح الموقع كانوا موجودين في ظهرنا، فاحنا بنكمل بعض. فروح العيله اللي في الابدو دي وروحنا كلنا مع بعض هي سر نجاح الابدو، والصراحه الروح دي اللي ارسها طبعا برضو مسيو سلماوي، ما نقدرش نقول حاجه غير كده، ويا رب نكمل على طول كده ان شاء الله مكملين. شرفتوني واسعدتوني الحقيقه، وفقره مختلفه، واتمنى ما اكونش دم تقيل. بنشكرك انك سمعتنا بحماس، جمعتنا وطلعت مننا جوانا حاجات كويسه جدا. بنشكرك انك سمعتنا بحماس الحقيقه. انا بشكركم جدا، شرفتوني. سمر دسوقي، سمر دسوقي رئيس تحرير مجله حواء والكواكب وطبيبك الخاص والصديقه العزيزه، كل الشكر لك. شكرا لحضرتك جدا، وميرسي ان انت جمعتني مع يعني زميلات جمال وحلوين. وكلنا على فكره عايز اقول لك حاجه، ده ضروري بقى، عشان دايما بيتهموا المراه المصريه، كلنا بنحب بعض وكلنا بنتعاون. صحيح. وكلنا ما بنصدق ان احنا نتجمع باين على الشاشه في اي ملتقى زي ده عشان نتصور ونقعد سوا. لا والله يا جماعه، المراه المصريه فعلا بتدعم شقيقتها بكل حب. سوسن مراد، رئيس تحرير مجله البيت ونصف الدنيا، شرفتيني. اتشرفت. اولا ده مش اتهام بس للمراه المصريه، ده اتهام للمراه بشكل عام. يعني نيفين كامل مظلوم. رئيس تحرير الاهرام ابدو، انا بشكرك جدا، شرفتيني. ان شاء الله هنتقابل تاني في لقاء اخر مع كل الزملاء في الصحف الناطقه بلغات اجنبيه. بشكركم جدا، شرفتوني مشاهدينا الكرام، انتهى وقتي، نلتقي غدا، دمتم في امان الله.